بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير واهلا بكم في حلقه جديده من الماتش ليوم الثلاثاء. يوم جديد نتابع خلال ساعتين فيه كل ما حدث ويحدث وسيحدث رياضيا باذن الله. اهلا بكم ومنورينا كالعاده من بدايه الحلقه. بينما الاهلي في قطر كل منافسيه في القاهره يحاولون ارضاءه وبيقولوا له ركز انت في اللي انت فيه واحنا هنا بنعمل شغلك. كل منافسي الأهلي في الدوري المصري الممتاز يتساقطون في يوم واحد. الزمالك المتصدر يسقط بأول هزيمة هذا الموسم. الجونة منافس الأهلي في المربع الذهبي يسقط بهزيمة جديدة أمام الإنتاج الحربي. المصري البورسعيدي بتعادل جديد بيفقد نقطتين أمام البنك الأهلي. وحتى سيراميك كليوباترا المنافس من بعيد، بتكلم على أقرب الفرق المقتربة من الأهلي، هو كمان بيفقد نقطتين بالتعادل مع أسوان. وبالتالي الفريق المشارك في كأس العالم وأولويته دلوقتي، أنا في كأس عالم عايز أركز، الكل بيقول له ما تقلقش هترجع تلاقي الدنيا تمام، بما فيهم المتصدر حتى الآن ولو بشكل مؤقت الزمالك. خسر النهاردة الزمالك بنتيجة 2-1 أمام غزل المحلة، نتيجة تاريخية. ليه؟ لأنها عودة من جديد إلى استاد غزل المحلة وانتصار المحلة على الزمالك في استاد المداخن الشهير. ورغم أن الزمالك نجح في التقدم بهدف متأخر في آخر ربع ساعة تقريبا أو تلت ساعة، بينجح أبناء الفلاحين في تسجيل هدفين متأخرين. والزمالك لم يرضى بأنه يبقى متعادل، ما ينفعش أفقد نقطتين، دي فرصة أكسب أضغط على الأهلي. فضغط بكل خطوطه على غزل المحلة فلم يحصل ولا حتى على النقطة اللي كان عايزها. فاز غزل المحلة بهدفين الحقيقة من الذكاء الشديد، انك تبقى عامل هجمتين او ممكن تسميهم هجمة وتسجل تسجل جولين في مباراة امام بطل المسابقة حتى الان او متصدر المسابقة حتى الان. امبارح سألت الكابتن خالد جلال سؤال كنت عايز اعرف اجابته، فهو سكت لمدة ثواني قبل ان يجيب. قلت له ليه الزمالك رغم انك بتقول احسن خط دفاع، احسن باك ليفت، أحسن هاف ديفندر، أحسن ارتكاز، أحسن مهاجم، أحسن صانع ألعاب، أحسن جناح، ليه رغم أنه الأحسن ما بياخدش الدوري كتير، ما بياخدش الدوري بقاله سنوات؟ الحقيقة أنه الزمالك النهاردة مش هينفع نختلف على أنه هو اللي سيطر وهو اللي ضيع وهو اللي حاول وهو اللي مستحوذ على أغلب أوقات المباراة وهو اللي كان عايز الفوز. لكن الناحية التانية لو بصينا لأحداث المباراة أو توالي المباريات هنلاقي إنه ما ينفعش فريق يبقى عايز ياخد الدوري يكسب مسابقة الدوري ويبقى مزاجي، يبقى مودي. بمعنى إيه مودي؟ بمعنى إنه ما ينفعش تبقى يوم الخميس بتلعب مباراة المقصة بالشكل ده، بالضغط ده، باستغلال كل فرصة ممكنة. أي نعم مش كل فرصة، لكن عدد جيد من الفرص يضمن لك المباراة وتكسب 4-1، وبعدها بثلاث أيام بس تلعب قدام غزل المحلة فتضيع بهذه الرعونة رغم انك بدأت بنفس التشكيلة اللي كسبت المقصة. وبالتالي بطولات زي الدوري كل 3 ايام كل 4 ايام محتاج فيها انك تحافظ على مزاجك، مزاج واحد طول الموسم، اكسب وما يبقاش الموضوع خاضع لان انا النهاردة رايق ولا مش رايق. الكرة فيها داي اوف وداي مش اوف، لكن في الاخر ما ينفعش تبقى النهاردة اللعيبة رايقة فبتكسب، النهاردة اللعيبة مش رايقة فما بتكسبش، النهاردة في واحد مكشر طول الماتش فبيخسر الفريق. هي البطولات اللي الكبيره اللي هي ب 34 جوله محتاجه مزاج واحد بس. مهما بقى كنت عندك، واخد فلوسك مش واخد فلوسك، مرتاح مش مرتاح، الناس مهاجماك على السوشيال ميديا او الناس بتشيد بيك، لازم هو مزاج واحد ان انا هكسب علشان دي من بطولات النفس الطويل. الروقان او الاعتماد على الروقان ده يجيب لك ممكن كاس، يجيب لك ممكن سوبر، مباراه من مباراه، فوز ببطوله من مباراه واحده، او حتى بطوله افريقيا ممكن تيجي بمزاج لان هي متباعده. لكن بطولة الدوري تيجي باستقرار ذهني، أنا عايز أكسب. دي النقطة الأهم في لقاء النهاردة، ولكن ده لا يمنع الإشادة أبدا بفريق غزل المحلة. ملعب غزل المحلة وما أجمل هذا الملعب الحقيقة، إنه ليه طبيعة خاصة وبيرجعك بذكريات، وهو رجعنا النهاردة لذكريات زمالك ومحلة من سنوات. مهما كان مستوى غزل المحلة يستضيف الزمالك في المحلة، تسعينات بقى، تمانينات، قادر إنه يخلي المباراة صعبة. صعبها على الزمالك دفاعيا وما اكتفاش بنقطة لما فتح عشان يتعادل، بل حصد نقطة ثم نقطة وخد الثلاثة
اعتمادا على ان الزمالك ضاغط عايز يكسب. طب ما اكسبه انا. معنا على التليفون نجم هذه الليله الكابتن خالد عيد، المدير الفني المخضرم لغزل المحله. كابتن خالد اهلا بيك، منورنا. كابتن خالد اهلا بيك. اعتقد الاتصال مش معانا فقدناه، لكن النهارده غزل المحله الفوز ده مهم جدا بالنسبه له، لانه اولا الفوز الثاني ليه هذا الموسم بعد مباراه طلائع الجيش، فكان ينتظر فوزا، واكيد بالنسبه له ما اجمل ان يكون الفوز ده قدام الزمالك. كابتن خالد اهلا بيك. الو اسامي، ايوه يا كابتن، ازاي حضرتك؟ احنا الو على الهوا. كابتن الو خالد سامعني؟ كابتن الو خالد سامعني ولا مش سامعني؟ الو طيب هنرجع نتكلم حضرتك مره تانية. كابتن خالد عيد المدير الفني لغزل المحله، اللي النهارده ارتقى عده مراكز فوصل للمركز العاشر بعد ما كان من الفرق اللي هي موجوده تحت ضمن ثلاثي او رباعي المؤخره في الجدول. النهارده الزمالك الشوط الاول اللعيبه مش كلها في حالتها، لكن رغم كده وصل. النهارده زيزو لم يكن في افضل حالاته، لكن كمل طول المباراه، ربما هو اللي يجيب الحل، ربما مزاجه يتعدل شويه. النهارده الزمالك قد يكون بتغييره اسامه فيصل شويه بقى عنده مهاجم صريح فظبطت شويه، لان خلاص بتعتمد على العرضيات سواء بقى ناحيه اليمين زيزو او حازم، او ناحيه الشمال فتوح او بن شرقي اذا رفع عرضيات، فانت خلاص محتاج بقى مهاجم، محتاج تملى منطقه ال 18. اسامه لما نزل عمل تمريره حلوه ساهم بيها في الهدف اللي عمله امام عاشور اللي لعب شويه ناحيه اليمين بعد خروج حازم امام، وبعد كده بقى المحله فتحوا. ففي الوقت اللي الزمالك كان فيه اربعه جوه منطقه ال 18 عشان يستغل العرضيات، استغل منها لقطه فرجاني ساسي بهدف حلو براسيه حلوه، خدع فيها مدافعي المحله اللي ماسكين اتنين فلقوا تالت داخل لهم بيسجل الراسيه. المحله قال مفيش فايده غير ان انا اخش اهاجم. قالها الاخميمي نفسه صاحب هدف الفوز. قال الخساره 1-0 زي 5، عجبني التصريح ده، كنا لازم نهاجم، هاجموا. عملوا كرة حلوة من ورا زيزو اللي ما بيلعبش ظهير أيمن لكن لعب ظهير أيمن لما الزمالك كان محتاج يضغط، فاتعملت عرضية محمود علاء بيردها بيسجلها عبده يحيى. تعادل للمحلة، والزمالك بقى خلاص أنا ما فيش فرصة غير إن أنا هاجم. ما حسبهاش صح على ما يبدو جيمي باشيكو المدير الفني لفريق الزمالك، فقال أضغط بكل خطوطي، وأكيد المحلة واضح إنه راضي بالتعادل، لكنه كان بيفاجئ الزمالك انه مش راضي بالتعادل، عامل نفسه راضي بالتعادل. فمحمود علاء اكيد بتعليمات ادخل جوه العب في 18 المحله، نلعب لك كرات عاليه، في واحده عدت من فوق راسه، فضل هناك شويه، كره حائره بيردها دفاع الزمالك اسلام جابر اللي مش عارف اقول له ايه بصراحه، ربنا يعينه يعني، لكن هي مش ماشيه معاه. اسلام جابر في مباراه نهائي دوري ابطال افريقيا مضطرا لعب ظهير ايسر قدام الاهلي، فأخطأ خطأ تقدم بيه الأهلي بعد 5 دقايق، وفضل شوية لحد ما دخل في المود. ماتش طلائع الجيش لعب في الكاس فأخطأ عدة أخطاء فخسر الزمالك. النهارده نازل في وقت الزمالك عايز فيه يتقدم، لكن لما نزل استقبل الأول واستقبل الثاني وخسر الزمالك. في لقطة اتخانق فيها هو والونش وسابوا أبو جبل اللي عمل أول يعني تصدي، فسابوا 2 من غزل المحلة منهم الأخميمي اللي سجل في المرمى الخالي. ما هي مش بالمزاج، هي مش بالروقان، هي لازم انك الكوره لسه ما دخلتش تلعب عليها. دي نقطتي في انه الروقان مش هو اللي بيحسم بطولات، بل الاستمراريه والتركيز طوال احداث المسابقه، مش مباراه واحده بس. خسر الزمالك 3 نقاط ومنح الاهلي فرصه انه يعتلي قمه الدوري، لكن لما يرجع من قطر ان شاء الله. في قطر نفسها الاهلي هناك بينما يستعد الفريق، وخبر مبهج بانه المساحات لكل اللاعبين سلبيه، وبالتالي مع اقتراب مباراه الدحيل في افتتاح مشوار الاهلي في كاس العالم للانديه خرج الخبر المقلق، لان اصابات مش بس اصابات كورونا. اي نعم احنا في عصر الكورونا، لكن الاصابات العضليه واصابات العظام مقلقه للكل. بدر بانون احد اكثر من ثبتوا اقدامهم في تشكيله بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، وتحديدا على مستوى خط الدفاع هو واللي قدامنا علي معلول، النهاردة بيخرج ولم يستكمل المرام بسبب إصابة في الكاحل. بكرة هيتعمل أشعة هيتحدد بيها مدى هذه الإصابة، وبالتالي إيه الوقت اللي ممكن يغيبه، لأنها قد تكون إصابة مش قوية لكن
فضل الاهلي اراحته النهارده ما يكملش التدريب عشان يجهز للي بعد كده، عشان الاهم هو المباراه نفسها يوم الخميس يعني بعد بكره. فبكره هتتضح الامور وهنحاول نوصل خلال وقت الحلقه النهارده لمعرفه حاله اللاعب المغربي الدولي بدر بانون اللي اصيب النهارده، واللي متوقع ان هو يبدا هو ايمن اشرف بشكل عام يعني في قلب الدفاع، انتظارا لتحديد مدى اصابه اللاعب. طيب عندنا طبعا كلام من قطر هناك، وهنعرف الاهلي بيستعد ازاي وايه اخر الاخبار كمان شويه. بينما لم يدفع جيمي باشيكو المدير الفني للزمالك بمروان حمدي وسيف الدين الجزيري في قائمه الزمالك اساسا، حتى مش على مقاعد البدلاء، فلم يدعما الزمالك لما حب انه يزود مهاجميه في منطقه 18 غزل المحله، مفضلا ربما ان هما يندمجان مع الفريق في المرحله اللي فاتت او الاولانيه قبل ما يدخلوا في احداث المواجهات، رغم ان ده هداف المقصه وده من هدافي المقاولون العرب وكانوا لسه لاعبين مباراه قبل التوقيع للزمالك. هكذا راى جيمي باشيكو، بينما هو يحسبها هكذا مصطفى محمد وفاتح تريم المخضرم فكر بشكل آخر. مصطفى محمد لم يستغرق أكثر من يوم في بلد آخر في أجواء مختلفة بقميص مختلف علشان يسافر يتمرن يعمل كشف طبي ويقعد على الدكة يدخل القايمة وينزل في الدقيقة 45 مع بداية الشوط الثاني من زمن المباراة. مش بس كده، ده كمان يسجل علشان يفتح من البداية حسابه في بنك الأهداف في العملاق التركي جالاتا سراي. شارك لمدة 45 دقيقة احتاجها، وفي الدقيقة 45 منهم ضربة جزاء بيحصل عليها جالاتا سراي، ينطلق إليها المهاجم الشاب المصري الزملكاوي المعار إلى جالاتا سراي لسنة ونصف مطلقا قذيفة في شباك باشاكشير، محققا الهدف الثالث لجالاتا سراي اللي خدوا بيه 3 نقاط زي فنار باهتشا اللي كسبه النهاردة، فيستمر المصارعة والمطاردة ما بين الفريقين. لكن امبارح كنت بتساءل، صعب قوي مصطفى يلعب اول ماتش، يعني لسه مسافر امبارح، اول امبارح هيلعب ماتش بعد بكره، قلت صعب، فهل اول مباراه هتكون قدام فنار باهتشا؟ لا، في ساعتها اكيد الاصرار اللي اتكلمنا عليه بتاع مصطفى محمد ده اللي باين في قراراته وتحركاته وملامحه اكيد واصل لفاتح تريم، فهو ده اللي خلاه يلعب النهارده، يدخل القايمه وينزل كبديل بل ويسجل، وقبلها يلعب راسيه ارتقى فيها فوق كل المدافعين، ولكن لسوء الحظ ان هي جت جنب القايم، لكن بعديها اتقال له تستحق هدفا. اكيد الاصرار والرغبه اللي عند مصطفى محمد هي اللي تخلي اردا توران اللي اكيد عرف مصطفى محمد امبارح بس ينزل له صوره بعد المباراه يقول له مرحبا اردا توران، واكيد موسليرا حارس مرمى منتخب اوروجواي المخضرم بسبب اصرار مصطفى محمد ودخوله بهذه السرعه في اجواء جالاتا سراي هو اللي خلاه ينزل له ويقول له ويلكم منور. النهارده فاز جالاتا سراي، والنهارده فرحنا ببدايه حلوه لمصطفى محمد ان شاء الله تستمر، وان شاء الله يحقق بيها اهدافه المستحقه والايجابيه جدا اللي تخدمه وتخدم الكره المصريه وربما تخدم الزمالك نفسه ربما ماديا يعني في المرحله المقبله. طيب بما اننا في اوروبا لكن بعيدا عن اللاعبين المصريين، قبل ما ارجع للاحداث المحليه مره ثانيه، فالنهارده كان في لقطه مثيره للجدل وهي مباراة أرسنال في الدوري الإنجليزي البريمير ليج. المباراة النهاردة هم نازلين المباراة قدام وولفز عايزين يكسبوا، يعني مش حلوة خالص نبقى مركز عاشر، نبقى من 22 جولة خسرانين 8 ماتشات، مش عايزين نخسر تاسع يعني، لكن خسروا التاسع في مباراة رغم إن هم تقدموا فيها تأخروا بعد كده بهدفين. لقطة المباراة إصابة ديفيد لويز أو طرد ديفيد لويز بضربة جزاء، روبن نيفيز سجل التعادل وبعديها بالشوط الثاني هدف التقدم لموتينيو عشان يكسب وولفز المباراة، لكن هل اكتفى أرسنال بكده؟ لأ، قدم لنا لينو حارس مرمى أرسنال اللقطة اللي قدام حضراتكم دي، هي لقطة هترجعنا 4 سنوات بس في الكرة المصرية. الكرة ملعوبة، هو قرر إنه يطلع بسرعة علشان مدافع أرسنال ناحية الشمال ده اللي لابس أبيض نلاقي فجأة واحد بيجري من وراه، فلينو قرر انه لا الحق نفسي انا، فراح واخدها بايديه وعمل نفسه بعد ما طلعها بايدين انه طلعها بصدره الى رمي التماس، حامل الرايه شافه قريب قوي منه، الحكم كده كده موجود شافه، الفار كده كده موجود كان هيطرده، راح الحكم راح له طرده، هي اصلا مش ناقصاك يا لينو، لكن عواد لما عملها ما كانش فيه فار وحتى الكاميرات ما كانتش جايباها باي اعاده بشكل واضح الا بعد اعادات متكرره، فعواد لما عملها حينما كان حارسا للاسماعيلي نجا منها
لينو لم ينجو منها، وجمهور أرسنال مصاب أكيد بجلطات من اللي بيحصل في دفاعات فريقه رغم التقدم بهدف، خسره بنتيجة 2-1. في الدوري المصري الممتاز النهاردة كان عندنا مباريات أخرى غير مباراة الزمالك مع غزل المحلة، وجاءت نتائج اليوم في اللقاءات الثلاثة الأخرى كالتالي: أسوان الساعة 2:30 استقبل في بيترو سبورت سيراميكا كليوباترا وتقدم بهدف عكس سير المباراة. سيراميكا كليوباترا ضغط بكل الخطوط فسجل هدفا ولم يسجل أي هدف آخر، فانتهت المباراة بنقطة لكل فريق. الإنتاج الحربي كسب الجونة 3-2 في مباراة مثيرة هنتكلم عن تفاصيلها، والمصري تعادل مع البنك الأهلي 0-0. وعودة إلى لقاء الزمالك وغزل المحلة في المحلة مع الكابتن خالد عيد. كابتن خالد أتمنى تكون سامعني دلوقتي. ايوه يا استاذ، ربنا يخليك. اخبارك ايه؟ ومليون مبروك الفوز الكبير النهارده لفريق غزل المحله. الحمد لله، والله الحمد لله، احنا ربنا كرمنا النهارده بالثلاثه بونت من فريق طبعا عريق زي الزمالك بحجم اللعيبه اللي عنده. الحمد لله رب العالمين ان احنا قدرنا الحمد لله ان احنا بعد الهدف اللي دخل فينا نرجع للماتش تاني ونكسب الماتش في الوقت الضايع، فده فضل كبير من عند ربنا سبحانه وتعالى يعني. ونعم بالله. الفريق اكتر المباريات ماشي بانه التعادل مرضي، هل النهارده كان التعادل مرضي ولا كان هدف من اهدافك ليه ما كسبش الزمالك؟ والله هنا بص لحضرتك حاجه، والله احنا بنلعب كل ماتشاتنا على مكسب. تمام. احنا عملنا ماتشات كبيره جدا جدا قدام الفرق زي جونه، زي الاسماعيلي، زي المقصه، الاسوان، ما كانش في توفيق يعني. الحمد لله ربنا النهارده كان في توفيق النهارده، الحمد لله ربنا كان واقف جنبنا النهارده. مكسب غالي جدا من فريق كبير، فده حاجه فضل كبير من عند ربنا سبحانه وتعالى. استاد المحله طابع خاص اكيد، وانت فيه كمخضرم كلاعب وكمدير فني بتبقى ليك مميزات عن منافسيك. انت الموسم ده كسبت فيه الزمالك، كسبت فيه طلائع الجيش، اتعادلت ماتشات كتيره، ما اتغلبتش غير مباراه المقصه بس. ازاي بتستغل استاد غزل المحله؟ ايه مميزاته ليك كمدير فني لفريق المحله يا كابتن خالد؟ ما فيش يا كابتن، طبعا ملعبك يا كابتن بتلعب اللي اتمرن عليه وتأدي عليه، فاكيد طبعا لعيبتك بتبقى حافظاه. لكن هو الملعب ما فيهوش مثلا حاجه، مثلا يعني ما فيهوش سحر ولا حاجه يعني، بس هو الملعب عامة استاد غزل المحلة اللي هم مسمينه استاد الرعب يعني. أيوة. حضرتك فالاستاد انت حضرتك لما بتتمرن عليه ولعبتك كل يوم عليه شغال عليه كده، اكيد بيبقى مثلا بيديله مطمئنه شويه في الملعب ان هو ده ملعبهم وناديهم ومع جمهورهم وكده، فده بيبقى حاجه بتفرق كتير يعني. قلت ايه لعبتك بعد ما الزمالك تقدم؟ يعني قلت انه خلاص ما فيش غير ان احنا ندرك التعادل، فلعبت ازاي عشان تجيب التعادل يا كابتن خالد؟ احنا كابتن كنا حاطين كذا سيناريو للماتش يعني، حتى لو دخل فيه جون فلازم ما تتاثرش بيه يعني، لازم النهارده انت بتلعب فريق كبير اي وقت ممكن يجيب فيه الجوان يعني. فانا عشان كده بعد الجون لما دخل فينا كابتن انا عملت تغييرات كلها هجوميه يعني، نزلت كل الناس اللي بتهاجم، خالد كساب وخالد الخميمي واحمد الشيخ، فعملنا الحمد لله يعني كانت نقله كويسه جدا، وقدروا الحمد لله يحسموا الماتش يعني الحمد لله يعني. طيب لما الزمالك بقى ضغط وما بقاش فيه ورا غير ثلاثه في الدفاع منهم اثنين اصلا مش مدافعين، هل فكرت في انه دي فرصه ان انا اجيب الفوز ولا اللقطه جت بالشكل ده؟ لا بص يا كابتن، يعني هما برضو الزمالك ما اداش اهتمام قوي بالماتش يا كابتن يعني. الزمالك كان يعني اهتمامه كله، كل الناس العناصر اللي كانت عنده كلهم بداوا يهاجموا. أيوة. محمود علاء بدا يزيد، الباكين بداوا يطلعوا يزيدوا، بقت الامور سهله، ممكن ايه واحد على واحد ممكن تبقى فيه مشكله. مفهوم. وده اللي حصل في الجول الثاني يعني. الجول الثاني مره من كره طويله راح احمد الشيخ وكان ممكن يجيبها جون، هو ضربت في رجل الحارس او ردت من الحارس وخالد الخيمي جابها جون. فبرضه ديت برضه يعني حاجات برضه يا كابتن برضه ايه يعني ممكن تكون عيب ان اللعيبه بدات تطلع يعني، لعيبه الزمالك تزيد زياده عن اللزوم. مظبوط. طبعا كان في تهور جدا جدا من خط الظهر يعني. طيب عايز اسالك كابتن خالد على محمد سامي، نزل كبديل لدعم الدفاع لكن اتخبط خبطه في وشه في كره فرجاني ساسي. انا على فكره كابتن شوزاني، انا لعبت محمد سامي في قلب الملعب. مظبوط. في نص الملعب. مظبوط. كنص ملعب مدافع. بس انا يعني بتمنى له طبعا الشفاء، طبعا ان اصابته اصابه خطيره. ايه اصابته يا كابتن؟ اصابه خطيره، ودلوقتي اتنقل لمستشفى منصوره الطوارئ. ايوه. لان طبعا عنده كسر في الجمجمه. وطبعا هيتعمل له كونسلت بكره ان شاء الله طبي من في المنصوره، وان شاء الله ربنا يطمنا عليه يعني ان شاء الله وتطلع الامور بسيطه يعني. طيب الى جانب تشخيص ان هي كسر في الجمجمه، الاطباء قالوا ايه لحضرتك؟ يعني يقول لك ان هي خطيره ولا ان شاء الله الاصابه جامده كابتن يعني. ربنا يستر يعني برضه، لان الاصابه كسر جامد مش كسر يعني.
حاجه، لا كسر جامد. ربنا يا رب يطمنا عليه و... يا رب يا رب ويطمنك انت كمان يا كابتن خالد، احنا مبسوطين بوجودك ومبروك الفوز مره ثانيه النهارده على الزمالك. شكرا شكرا شكرا, شكرا ليك المدير الفني المخضرم واللاعب المخضرم سابقا للمحله الكابتن خالد عيد. فوز ثاني ليهم هذا الموسم، والمباراه الاولى اللي كانوا كسبوها كانت امام طلائع الجيش، ويلحق بالزمالك اول خساره ليه هذا الموسم. الزمالك اللي وقع المصري والجونه في اول خساره ليهم هذا الموسم، جاء المحله ليسقطه في اول خساره، وبالتالي لم يعد لدينا الا فريق واحد في المسابقه بعد مرور 11 جولة أو 11 جولة إلا كم ماتش لم يخسر. هو مين؟ هو الأهلي، لكن الأهلي عنده طموح مختلف دلوقتي، خلصوا في قطر كأس العالم للأندية ثم يعود ليرى ما هو الموقف ويبدأ يشتغل عليه في الأيام المقبلة. طيب أخيرا نقطة سريعة جدا قبل ما نتكلم بالتفاصيل عن مباراة النهاردة، لأن النهاردة يوم طويل الثلاثاء، معنا الكابتن ضياء السيد نجم الكرة المصرية المدرب العام الأسبق لمنتخبنا الوطني ومحلل برنامج الماتش وقنوات صدى البلد. ف النهارده شفنا شويه من ردود فعل بعض مشجعي الزمالك على تصريحات محمود عبد الرحيم جنيش اللي قالها مع الزميل مهيب عبد الهادي امبارح، حارس مرمى الزمالك المخضرم والقديم واللي هو من قدامى لاعبي الزمالك. سئل بشكل صريح، اتقال له مين احسن حارس مرمى في مصر، فكانت اجابته بتلقائيته المعهوده والمعتاده محمد الشناوي. ف كان السؤال التالي مش أبو جبل، فكانت الإجابة يعني أبو جبل ماشي كويس بس على مستوى الاستمرارية والأداء المتواصل وبقاله فترة بيلعب بانتظام فهو محمد الشناوي. إجابة ممكن تبقى عادية جدا وهي عادية جدا، لكن على المستوى الجماهيري لم تكن أبدا عادية، لأنه ده منافسنا التقليدي محمد الشناوي بتدعمه على حساب محمد أبو جبل اللي هو عنده ماتش بكرة، فاتحسبت كده. لكن في النهاية كل واحد بيحسبها بوجهة النظر اللي أو بطبيعته أو بطريقته، مش بيحسبها بطريقة الجمهور. وأبو جبل نفسه اللي أنا فاكره له من سنتين كان اتعمل معاه حوار وكان هو بديل لأحمد الشناوي في مرمى الزمالك من 3-4 سنين، فتقال له مين حارس مرمى الأفضل في مصر، فقال أحمد الشناوي، يعني اتكلم على زميل ليه إن هو الأحسن في مصر من هو منافسه اللي هو بيلعب مكانه. فهي تلقائية معتادة وبيتكلم في فكرة إنه اللي في قلبه يعني بيقوله، لم يحزن منها أبو جبل، لم يسمعها أساسا، وعندما سمعها لم يحزن منها. جنش كان بيقولها بشكل طبيعي، وفي الآخر كل واحد وليه رأيه. أنت كمشجع ممكن تزعلك، منطقي جدا إنه أنا زملكاوي ما تقولش حاجة حلوة عن الأهلي، لكن اللعيبة دي ده اللي بيقولوه، دي علاقتهم ودي الروح اللي ممكن تبقى موجودة اللي ممكن طبيعي تزعلك كمشجع كروي. لكن بتعادل جديد للبنك الأهلي النهاردة قدام المصري في مباراة سلبية لم تشهد أي أهداف، عايزين نطمن على البنك الأهلي ونعرف آخر أخبار الفريق اللي عمل عدة تعاقدات في الشتاء لكن لم تشترك بكثافة النهاردة. معنا على التليفون اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي. سيادة اللواء أهلا بيك. أهلا بحضرتك كابتن هاني، وسعيد إن أنا مع حضرتك وبتشرف دايما يعني مع حضرتك والعرض بموضوعيه ومصداقيه شديده. يعني شرف لينا يا فندم ومبسوطين ان حضرتك معانا النهارده. شفت ازاي التعادل مع المصري البورسعيدي؟ والله حضرتك الحمد لله، يعني طبعا المصري فريق كبير واحنا برضو بنلعب، المفروض ان الملعب برج العرب ملعب المصري والحمد لله ادينا، وكان ممكن بشويه تطوير هجومي كان ممكن برضو ان احنا يبقى لينا فرصه للتسجيل، وكان لينا فرصه اعتقد في اول المباراه اللي هي اللي جت في القايم ديت. ايوه لكن الحمد لله اجمالا يعني تعادل كويس الحمد لله، وان شاء الله يعني عندنا الثلاث صفقات اللي احنا جبناهم في يناير ما كانش في فرصه ان هم يشاركوا النهارده بالاضافه لاصابه بسيطه كده لمحمد كوفي، وان شاء الله دول باذن الله يبقوا موجودين في المباريات اللي جايه طبقا لرؤيه الجهاز الفني. تمام، وان شاء الله يعني يبقى اداء ونتيجه بشكل افضل لفريقنا باذن الله. باذن الله. بامبو النهارده كان مصاب اعتقد وكان شارك قبل كده. كان مصاب، وان شاء الله باذن الله الماتش الجاي اكون موجود باذن الله. الصفقات طبعا انتوا عملتوا صفقات في يناير، محمد عصام من المقاولين، محمد فتحي من بيراميدز، فاسماء رجليها في الملعب او يعني ليها باع في الدوري الممتاز، فممكن تدعمكم الفتره اللي جايه يا سياده اللواء. ان شاء الله، وهم جايين طبقا لرؤيه الجهاز الفني واحتياجاته، وهم زي ما حضرتك اتفضلت وقلت يعني هم جاهزين، يعني هيجي هيلعب لانه كان بيلعب في فريقه.
وان شاء الله باذن الله يعني هيشكلوا اضافه بالنسبه لنا يعني باذن الله. بس طيب. هي الناس بس تسيبنا نشتغل في هدوء شويه. حلو قوي، لان ده كان السؤال اللي جاي. هو الناس تسيبنا نشتغل بهدوء دي، لان هي اعتقد ما قراته حضرتك من انه في احتمالات تغييرات في الجهاز الفني، فهل فكرتوا في ده ولا الموضوع بشكل طبيعي مستمر سياده الرئيس؟ يا كابتن يعني احنا الحمد لله يعني احنا حضرتك لو بصيت للمسيره بتاعتنا اللي فاتت يعني فيها بعض الاخفاقات وده طبيعي وفيها يعني الحمد لله يعني تعادلنا مع فرق كبيره جدا وما تعادلنا مع فرق كبيره وخارج ملعبنا ويعني يعني مش عارف ليه الناس مركزه معانا قوي كده يعني النهارده احد الزملاء المعلقين في الماتش يقول لك ان اداره النادي ابلغت الجهاز الفني ان هو هيمشي. طب احنا لا ابلغنا ولا كلمنا ولا صرحنا والموضوع مش مجاله خالص ولا فكرنا. ما هو خلي بالك التفكير احيانا بيتعرف فممكن يتقال. هل فكرتم يا كابتن هاني؟ احنا على طول يعني احنا لما حسينا ان الملعب بتاعنا بدا ياثر على الفريق بتاعنا ايوه يعني احنا على طول بنفكر وبندرس المواضيع ولكن انا يعني من لم ناخدش قرارات انفعاليه ولا قرارات رد فعل خالص. تمام ممتاز. احنا دايما على طول يعني اول باول احنا قاعدين وبندرس ولجنه الكوره وبنشوف ايه اللي في صالح الفريق وايه اللي احنا ممكن نعمله يبقى الشكل احسن والاداء احسن والنتيجه احسن وايه اللي احنا مش معقول ان احنا هنبقى قاعدين مستكنين يعني. صح مظبوط. يعني احنا دايما احنا قاعدين بنفكر للصالح العام واللي في صالح الفريق يعني. ممتاز. بدايه طبعا من يعني هو يعني في 17 فريق غيرنا مش عارف ليه مركزين معانا كده يا كابتن هاني. خلي بالك هو الكل متركز معاه بس بس خلي بالك ربنا يعينكم. انا عارف مدى الضغط اللي ممكن يكون على اي حد في الوقت ده تحديدا، لكن اتكلمت على الملعب بدايه من ماتش السبت اللي جاي قدام الجونه ماتشات البنك الاهلي في استاد المقاولين العرب رسميا العرب باذن الله وبلغنا اتحاد الكوره وبلغنا لجنه المسابقات ومشكورين بعتوا النهارده التعديل وبعتوا بعتوا لنا احنا والفريق الجونه وفريق المقصه. تمام. يعني احنا ان شاء الله عندنا المفروض ماتش المقصه يوم 16 بعد الماتش بتاع اسوان اللي هو هيبقى على استاد بتروسبور طبقا اللي افادوا بيه نادي اسوان يعني. تمام ممتاز. الملعب نفسه كان احيانا بيكون مفيد للبنك الاهلي ولا كان مزعج بالنسبه ليكم كمسؤولين في البنك الاهلي يا كابتن؟ لا والله يا كابتن هاني احنا يعني برضو قعدنا مع الجهاز الفني ودرسنا الموضوع ودرسنا ايه الافضل بالنسبه للفريق وبالنسبه يبقى شكل الاداء كويس برضو وحسينا ان هو القرار ده هيكون في الصالح يعني. تمام ممتاز. ربنا يعينكم وبالتوفيق ليك ان شاء الله سياده اللواء اشرف نصار رئيس مجلس اداره البنك الاهلي اللي تعادل النهارده مع المصري البورسعيدي بدون اهداف. وكما قلنا كل منافسي الاهلي على القمه سقطوا اليوم اما بنقطتين فقدوهم او بثلاثه. بعد الفاصل معنا اخبار كتيره مهمه جدا فخليكم موجودين معنا في الماتش. تغيراته بطيئه جدا، مفيش حاجه فعاليه في الماتش بيعملها فما اقدرش اقول حاجه غير ان يعني الفريق يركز وباتشيكو يركز. ماتش كويس، عملتوا اللي عليكم، الاداء كويس والاستحواذ وكل الكلام ده، بس يعني ما يركزوا شويه في الهجمات اللي بتجي لهم وبالتوفيق يعني ان شاء الله، وان شاء الله الدوري يكون زملكاوي. بص هو كده كده اصلا الكوره مكسب وخساره، ان احنا خسرنا الماتش دوت مش مشكلة، احنا اصلا من اول الدوري بنلعب حلو جدا وفي فرص كتير جدا للزمالك بتضيع وفي فرق كتير جدا مع الزمالك وكده كده الزمالك قادم. بص هو طبعا مفاجأة بس الملعب وحش جدا، الزمالك برضو للماتش التاني بعد ماتش اسوان بيضيع فرص سهلة جدا، الفرص دي كفيلة اللي احنا كانت الماتش كان ينتهي لصالح الزمالك. طبعا الماتش اتشقلب في الاخر طرد فرجاني ساسي والجون ملوش تبرير خالص، غلطه من محمود علاء وغلطه من اسلام جابر اللي مش عارف هو بيلعب ليه اصلا. ولا حاجه تزعل جدا يعني، كانت فرصه النهارده نكسب بناخد 3 بونت نتقدم بخمسه بونت والاهلي يعني كنا ممكن نتقدم يعني حرام كده يعني حاجه تزعل يعني. وبعدين خروج اوباما غلط، خروج اوباما المفروض اوباما يفضى في الملعب. فرجاني ساسي برضه الطرد اثر علينا، انا من رايي فرجاني ساسي ده يعني مش عن نفسي انا كمشجع زملكاوي مش مقتنع بيه صراحة يعني، الواحد مش قادر يتكلم. ولكن التفسير الوحيد في رعونة، في تعالي، في تعالي على الكورة، في فرص بتضيع بالجملة أكتر من 15 فرصة، مفيش مدرب يجي يقول لهم أنتوا غلطتوا في كذا، الهجمة دي المفترض تتخلص إزاي، في عدم في لا مبالاة، في رعونة،
انت يا جماعه يا جماعه انت فريق غزل المحله وفريق اسوان اتنين اخر فرقتين في الدوري ما عرفتش اكسبهم. طب انا هاخد الدوري ازاي؟ والله ان الزمالك خسر بسبب غلطه مدافعين والناس، يعني احنا كنا ممكن نكسب اسوان اخر فرقتين اسوان وغزل المحله اخر فرقتين في الدوري، كنا ممكن نكسبهم ونبقى في فرق ما بيننا وما بين الاهلي على الاقل. يعني الاهلي دلوقتي في كاس العالم للانديه، احنا فين؟ ولا عارفين ناخد افريقيا، ومصطفى محمد مشي بعيد عننا ليه؟ فعلا مفاجاه، على اساس ان هو الزمالك الماتش اللي فات لعب ما فيش بعد كده، الماتش ده العكس خالص، يعني لا فيه ضغط من فوق ولا اللعيبه بتتحرك لبعض، يعني مفيش كرة خالص. والله النهارده مفيش تنظيم خالص، واللعيبه حاسس ان يعني مش في وعيها حقيقه، يعني حاجه غريبه، انا مش مصدقين اللي بيحصل ده. يعني زيزو النهارده مش مركز بالمره، اوباما ما يطلعش، يعني مش عارف حقيقه يعني. بس ان شاء الله الدوري لسه بدري، وان شاء الله هي كل جواد كابو، يعني ان شاء الله اللي جاي احسن. الحقيقه النهارده الهزيمه غير متوقعه بالمره، الاداء نسبة الاستحواذ 69%، اللعيبة شايطة 20 كورة على المرمى، أربعة منهم جوه المرمى. بس لازم ندي اللعيبة دي حقها ونقول الملعب النهاردة ملعب غير صالح للعب خالص، بس كان في رعونة ظهرت على الكورة بتاعة الهدف الأول، وفي رعونة ظهرت على الكورة بتاعة الهدف الثاني، في تغييرات ما كانتش سليمة ومتأخرة جدا، في سوء توفيق جدا إن كورة من فرجاني ساسي غير مقصودة ولكنه يستحق عليها الإنذار الثاني، يطرد ونخسر جهوده قبل 5 6 دقائق من نهاية المباراة. اهلا بكم مره ثانيه في الماتش. بعد مباراه النهارده المحله غزل المحله والزمالك، واللي فاز فيها غزل المحله بهدفين مقابل هدف واحد فحصل بيهم على 3 نقاط، كان في تصريحات للمدربين المصري والبرتغالي. مدرب الزمالك جيمي باشيكو بعد خسارته الاولى في الدوري الموسم ده كانت تصريحاته كالتالي: قال ان الخساره بالنسبه له حاجه غير متوقعه، وقال انه كان لازم يلعب بكل الضغط ده في نهايه المباراه عشان يكسب، انه قال انه الفريق قدم مباراه متوازنه طول احداثها لكن الفوز كان غير متوقعا بالنسبه للمحله. قال: صنعنا عدد كبير من الفرص، نجحنا في التواجد في ملعب المنافس حتى بعد طرد فرجاني ساسي، كنا نستطيع احراز هدفين او اكثر من عده فرص لكن لم يحدث ذلك. النهارده الزمالك امام عاشور ضيع كذا فرصه، واحمد سيد زيزو قال: كانت عندنا مشكله في الفعاليه داخل منطقه الجزاء، لعبنا بثلاثه مدافعين لزياده الفعاليه الهجوميه. طبعا شفتوا اكيد محمود علاء ما كانش اصلا ظاهر في الكادر بتاع لقطه الهدف المحله الثاني، انه كان بيزيد هجوميا، وده كان واضح انه تعليمات من البرتغالي. قال انه خلقنا خطوره كبرى دون ترجمه الفرص لاهداف، طلبت من ابو فتوح وزيزو ارسال الكرات العرضيه، لا شك ان النقص العددي اثر على الحاله البدنيه للاعبين، فقدنا التركيز في النهايه واستقبلنا لذلك هدف الخساره. اما على جانب اخر الكابتن خالد عيد قال معانا انه استاد المحله اكيد ليه مميزات لكن ما فيهوش سحر، واكيد ان اللعيبه تتدرب عليه فده بيخلي الفريق اكثر جاهزيه حينما يستقبل منافسيه. واتكلم على انه استغل ان الزمالك ما خدش المباراه بجديه فعرف يتعادل وعرف يكسب زي ما هو بيفكر في كل مباراه ان يحصد الانتصارات. ربنا يطمنا على محمد سامي لاعب المحله المدافع اللي نزل بديلا وكان ارتطمت رجل فرجاني ساسي بوجهه، وهو ساسي عايز يعملها دبل كيك خبطت في وش سامي وحصل ساسي على بطاقة صفراء كانت التانية فاضطرد. بطاقة حمراء هتغيب بالتالي ساسي لمدة مباراة، المباراة اللي جاية بالنسبة للزمالك اللي هي قدام الاتحاد السكندري، وهترجع إمام عاشور بقى يلعب في الدور الطبيعي جنب طارق حامد في تواجد ربما ثلاثي وربما مهاجم قدامهم طبقا لما يرى جيمي باشيكو. محمد عبد الغني كان أحد المصابين، هو الآخر اللاعب شارك أساسيا بجوار محمود علاء وما كملناش الشوط الأول ليخرج مصابا بإصابة قوية جدا في التحام هوائي مع أحد لاعبي غزل المحلة، وقع على الأرض والإصابة عبارة عن جرح كبير خد بسببه 12 غرزة في الفك، هيغيب بسببها 4 أيام عشان الجرح يلتئم. يعني أسفين على بشاعة الصورة، مليون سلام عليك يا عبد الغني، دماءه سالت على وجهه خلال المباراة
واربع ايام، معناها انه مش هيلحق مباراه الاتحاد السكندري المقبله باذن الله. طيب في وقت اخر كانت سيراميكا كليوباترا بيلعبوا مع اسوان 1-1، ملعب بتروسبورت اللي هو ملعب اسوان. سيراميكا كليوباترا كسب الماتشين الاخيرين في اخر دقائق المباراه، وده اللي كان بيسعى ليه النهارده. كان ضاغط على فريق اسوان، ولكن في الدقيقه الاخيره من زمن الشوط الاول كالعاده عمرو الحلواني كالعاده بيرسل عرضيه، كالعاده فريق المحله من خلال مدافعيه تحديدا والمره دي شبانه بيسجل بالراسيات. واغلب اجوال المحله الموسم ده عفوا اسوان، اغلب اهداف اسوان الموسم ده بتيجي من كرات عرضيه، عاده بيكون الحلواني هو اللي عاملها واستغلال راسي للكرات، فكان التقدم في شباك عامر عامر. الشوط الثاني بقى فريق سيراميك كليوباترا وهيثم شعبان كالعاده دفع بالتغييرات الهجوميه، فصالح جمعه شارك ومكان كوبينا، وشارك كمان ميدو جابر زي ما بدا الماتش اللي فات الشوط الثاني. ف سجل محمد ابراهيم مع الضغط المتواصل تصويبه خبطت في دفاعات اسوان، تحديدا محمد جابر ميدو بعد مراوغه حلوه. هنا اللقطه دي حلوه، شوط خبطت في ميدو وسجل بها هدف التعادل. بعديها محاولات في وجود احمد ياسر ريان، في وجود شادي حسين اللي ضيع فرصه خطيره هو واحمد ياسر ريان في احداث المواجهه لما كانت النتيجه 1-0، وحتى في الدفع باحمد غنيم، لكن لم ينجح الا في تسجيل هدف واحد فريق سيراميك كليوباترا، فيحصد كل فريق نقطه واحده بس. طيب اما في قطر، الاهلي النهارده ادى مرانه بشكل طبيعي، ما قيل الحمد لله من جانب مسؤولي الاهلي بعد اصابه بدر بنون انه هي كدمه خفيفه في الكاحل، وبالتالي متوقع ان بكره بعد الاشعه يخوض التمرين بشكل طبيعي، وده معناها انه ممكن ان شاء الله يلحق المباراه بشكل عادي وطبيعي. لكن الأهلي سيرتدي طبقا لما أعلن النهاردة الزي الثالث في مواجهة الدحيل، وهو الزي الرمادي والشورت الأسود. ده تاني ظهور للتيشيرت ده بالنسبة للأهلي هذا الموسم. كانت المرة الوحيدة للأهلي لبس فيه التيشيرت كان قدام البنك الأهلي في الدوري، كانت المباراة وقتها انتهت بالتعادل السلبي. في كأس العالم للأندية الأهلي يلتقي مع الدحيل يوم الخميس، فجهزوا نفسكم لمواجهة إن شاء الله تكون ممتعة يتأهل بها الأهلي لمواجهة بايرن. اللي قائده مانويل نوير النهارده قال ان احنا عارفين منافسنا اللي جاي اما الدحيل او الاهلي، لكن احنا عارفين الاهلي بطل افريقيا فاكيد ممكن يكون ممثل لنا صعوبه يعني، لكن في النهايه احنا بنركز في المانيا نخلص اللي احنا فيه ونروح على قطر عشان نشوف هنلاعب الاهلي ولا الدحيل. بعيدا عن الاهلي، فالنهارده المهندس هاني ابو ريده مليون سلامه عليه رئيس الاتحاد المصري السابق لكره القدم اعلنت اصابته بفيروس كورونا، لكن هيتعمل له مسحه خلال يومين مقبلين عشان يتحدد اذا كانت باذن الله سلبيه يعرف يسافر الى قطر لمتابعه بطوله العالم للانديه اللي هو مدعو لحضورها باعتباره من رجال الفيفا ورجال الاتحاد الافريقي لكره القدم. بالكلام عن الاتحادات، فالاتحاد المصري لكره القدم بعت للاهلي والزمالك قال لهم عليكم 24 مليون. طبعا ما بعتش لكل واحد فيهم كده، لكن انا بقول لكم مجموع الفريقين 24 مليون، بواقع 20 مليون للزمالك متاخرات لصالح الاتحاد، وأربعة متأخرات على الأهلي لصالح الاتحاد. المتأخرات دي بتبقى عبارة عن إيه؟ بتبقى مستحقات القيد، النسب من العقود، الغرامات، مرتبات الحكام أو بدلات الحكام، وبالتالي دي كلها بتكون متأخرات. الأهلي عليه أربعة والزمالك عليه 20 مليون. الاتحاد النهاردة قال للاتنين في خطاب يعني نطالبكم بسرعة دفع المستحقات، كده كده أيدنا لاعبتكم بتوع يناير، لكن عشان في الصيف لو عليكم فلوس مش هينفع نأيد لكم أي صفقات جديدة. طيب فيما يخص مباراة الإنتاج الحربي مع الجونة النهاردة، هي حلاوتها في الأهداف المتأخرة، يعني الماتش كان تقدم للإنتاج من خلال أجانبه تحديدا. النهاردة وهاب عنان بيسجل، كرة ارتدت من دفاعات الجونة، بعدها بيتعادل فريق الجونة عن طريق محمد رجب هدف التعادل، فما احتفلش عشان ضد فريقه السابق الإنتاج الحربي. بعد كده بيتقدم مامادو نياز في اخر 3 دقائق في الدقيقه 87، بعد كده نور السيد بيتعادل في الدقيقه 90، بعد كده الانتاج الحربي بيكسب في الدقيقه 94 عن طريق مامادو نياس مره ثانيه. فكانت مباراه فيها اهداف كتيره متاخره في اخر 3 دقائق او اخر 3 اجوال في اخر 5 دقائق، فكانت برضو مثيره يعني وممتعه. في الاسماعيلي بقى على جانب اخر بكره عنده مواجهه، تعالوا نشوف مواجهات الغد باذن الله. عندنا برضو 4 مواجهات، الاتحاد السكندري يعود للظهور اخيرا بعد غياب بسبب إصابات بكورونا. في الجولة الـ 11 عندنا إمبي مع بيراميدز الساعة 5، وطلائع الجيش مع المقاولون العرب في نفس التوقيت لكن في جهاز الرياضة العسكري. مباراة مؤجلة من الجولة 9 المقصة
يستضيف في ملعب المقاولون العرب الاتحاد السكندري، ومباراة مؤجلة من الجولة العاشرة الإسماعيلي يستضيف سموحة الساعة 7:30. بمناسبة الإسماعيلي فقائمته قد أعلنت النهاردة، أول قائمة ليوفيتش المدير الفني للإسماعيلي، تواجد فيها عدد من الصفقات الجديدة أبرزهم محمد حسن المنضم حديثا بالنسبة للفريق الأصفر، صبحي ومجدي، خط الدفاع عمار وكاستيلو ومحمد هاشم ومحمد بيومي، محمود البدري، رضوان شريفي، حسين السيد، عبد الله جمعة، خط الوسط دونجا والوحش ومحمد حسن، عماد حمدي، نادر رمضان، محمد عادل، محمد صادق، محمد الشامي، وفي الهجوم أري بابل، شكري، نجيب، فخر الدين، بن يوسف، وتشيلونجو، ودول كلهم موجودين من بداية الموسم بشكل طبيعي. امبارح كان فرح عبد الرحمن مجدي جناح الدراويش، مليون مبروك يا عبد الرحمن وربنا يسعدك انت وزوجتك. هو لسه بيغيب عن الإصابة، لكن كان عدد كبير من لاعبي الدراويش موجودين في الملعب، فتعالوا نشوف كاميرا الماتش كيف تابعت هذه الليلة السعيدة بالنسبة لجناح الدراويش. بحمد ربنا طبعا على الخطوة دي، اكيد خطوة كويسة جدا اي حد يتمناها، كنت مستني اليوم ده من كتير جدا، من سنين كتيرة جدا، فالحمد لله ربنا النهاردة عوضني ببنت الحلال، تقدر ان شاء الله تحافظ عليا وتقدر كده ربنا يكرمنا مع بعض ان شاء الله. الرحمن من اللعبة المحترمة والناس اللي هي فعلا تحس انها صاحبك واخوك، يعني كنا حريصين كلنا كلاعيبة ان احنا نبقى موجودين معاه النهاردة في يوم زي ده، بتمنى له حياة سعيدة يا رب وربنا يجعلها كده وش السعادة عليه. محمد مجدي يعني انا عارفه من قبل ما اجي الاسماعيلي، يعني فمش اللي هو يعني مثلا لسه عارفه بقالي شهرين، فبهنيه طبعا يعني والف مبروك وربنا يكرمه وتكون يعني فتحة خير عليه. رحمن اخويا طبعا بقول له الف مبروك، ربنا يتمم له على خير كده وحياة تانية جديدة، طبعا حياة أسرية، ربنا كده يتمم له على خير وتبقى حياة سعادة له إن شاء الله. بقول طبعا لأخويا ألف مبروك ويا رب يكرمه كده في الأيام الجاية وتبقى فتحة خير عليه يا رب إن شاء الله. هو لاعب كبير ويستاهل كل خير والله، بإذن الله إن شاء الله يبقى في المنتخب الأول قريب بإذن الله. ألف مبروك يا حبيبي وربنا يتمم له على خير يا رب وربنا يسعده إن شاء الله. كلنا بنبارك لعبد الرحمن، عبد الرحمن اخ لينا كلنا، وكلنا رغم الظروف اللي بيمر بها النادي كلنا كنا حريصين اننا نيجي نبارك له هنا في الفرح. بقول له الف مبروك وربنا يتمم لك على خير وان شاء الله تبقى بدايه حياه جديده ليك للاحسن، وان شاء الله ربنا يرجعك من الاصابه على خير وفي اسرع وقت ان شاء الله. والوضع دلوقتي يعني ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه الاستقرار الفني والاداري، في مدير فني اجنبي جديد وان شاء الله الاداره برضو بتدعمنا، وفي لعيبه مجموعه لعيبه جت، فان شاء الله باذن الله كل دوت هيبقى حافز لينا ان شاء الله. طبعا احنا واحده واحده الدنيا بتبدا تتظبط معانا بوجود طبعا المدير الفني الجديد، ان شاء الله نقدر نحسن من اداء نادي الاسماعيلي ومن مركزه في الدوري، وان شاء الله باذن الله نقدر نعمل حاجه كويسه باذن الله السنه دي. حاضر معانا اول تمرين النهارده ويعني كان بيفرجنا على الماتش اللي فات والغلطات بتاعه الماتش اللي فات، وكان يعني بيعلمنا حاجات كده في التكتيك بتاعه وفكر بتاعه وكده عشان ننفذه في الملعب. الماتش اللي فات بالنسبه لنا وبالنسبه لنا الجماهير ان هي تبقى مش مجرد نتيجه، انها مجرد الاداء، ان الجماهير تحس بروح اللعيبه وروح انك انت عايز تعمل لهم حاجه للفتره اللي جايه. المكان اللي موجود فيها نادي الاسماعيلي دلوقتي طبعا ما تليش خالص بنادي الاسماعيلي. ان شاء الله الماتش اللي فات دي بدايه لعوده نادي الاسماعيلي لمكانته الحقيقيه. طبعا في تغييرات واضحه في النادي بدايه من اللجنه الفنيه اللي هي يعتبر تاريخ من التاريخ بتاع نادي الاسماعيلي، كابتن علي ابو جريشه وكابتن عماد سليمان والباشمهندس مدحت الورداني، وجهاز فني جديد في معسكر من النهارده. والله احنا هنخلص ونرجع النادي، كل اللعيبه حتى اللي في الماتش وحتى اللي بره الماتش في معسكر. بنتمنى من ربنا طبعا الفوز عشان نفرح شعب اسماعيليه، نفرح الناس كلها، اكيد الناس صبرت كتير نفسها تفرح، وبتمنى من ربنا ان احنا المكسب يعني ان شاء الله. مبروك لعبد الرحمن مجدي ولزوجته، وطبعا دي كانت لقاءات مع عدد من لاعبي الاسماعيلي اللي خلصوا تمرين امبارح وحضروا
الفرح ورجعوا بعد كده على التدريب، وبكرة عندهم مواجهة بإذن الله بالنسبة للفريق في مواجهة السموحة. لكن أقول لكم بس أن بكرة مباراة الاتحاد السكندري مع المقصة، أو المقصة مع الاتحاد السكندري، الساعة 2:30 مش الساعة 5 عشان ما تتلخبطوش، يعني يوم طويل، ودي ضمن مباريات الجولة التاسعة من المسابقة. فيما يخص بيراميدز فالنهاردة أعلن قائمته اللي تلعب مع إمبي بكرة، وهي مدعومة بالصفقتين الشتويتين اللي عملهم في موسم الانتقالات، منهم مهاجم منتخب أوروغواي، وأيضا معهم كمان أسامة جلال مدافع إمبي. شريف إكرامي وأحمد الشناوي في حراسة المرمى، أحمد أيمن منصور وطارق طه وأحمد سامي وأسامة جلال خط الدفاع. أسامة جلال غالبا هيقعد دكة بكرة، وهيرجع أو هيلعب اتنين من اللي اعتدنا نشوفهم من الماتشات اللي فاتت، إما علي جبر وأحمد سامي أو علي جبر وأحمد أيمن منصور. خط الوسط عمر جابر، أحمد توفيق، إريك تراوري، إسلام عيسى، رمضان صبحي، نبيل دونجا، فاروق، إبراهيم حسن، محمود حمادة، إبراهيم عادل، محمود صابر، وفي الهجوم دودو الجباس، وادي، دييجو رولان، وخرج بالتالي جون أنتوي. جون أنتوي خرج كده، معناها دي أول ضحية من ضحايا استقدام مهاجم، لأنه من بداية الموسم بيراميدز عنده مشاكل مع مستوى مهاجمي. النهاردة كمان أعلنوا أنه أولاً عيد ميلاد إسلام عيسى، كل سنة وطيب، 25 سنة، لكن رمضان صبحي بيعملوا هم جائزة شهرية في نادي بيراميدز، فكرموا رمضان صبحي باختيار وتصويت اللاعبين أنه أفضل لاعب في الشهر. ده تقليد بتعمله الأندية الأوروبية والإنجليزية تحديداً، فبيراميدز كل شهر بيعمل تكريم لأحد لاعبيه، فاختاروا اللعيبة النهاردة رمضان صبحي باعتباره سجل وارتقى إلى قمة هدافي الدوري، وساهم في أغلب المباريات أنه هو يلعبها، فحصد الجائزة. سلمها له طبعاً ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي. عالميا، ف نروح بقى للعالمية. في ايطاليا النهارده كان في مباراة كأس ايطاليا الذهاب سيمي فاينل، كان ما بين يوفنتوس وانتر ميلانو، ورونالدو سجل هدفين فقاد انتر يوفنتوس للفوز على انتر ميلانو بنتيجة 2-1، رغم ان التقدم كان لصالح فريق انتر ميلانو عن طريق لوتارو مارتينيز اللي لعب رأسية بعد عرضية من باريلا، بوفون هو اللي كان واقف حارس مرمى، ضرب الجزاء لرونالدو، ثم هدف تاني بعد تدخل كده ما بين هاندانوفيتش وباستون، دخلوا هتدخلوا لسه هتستنوا، راح دخل هو خدها كريستيانو وسجل هدف من الزاويه البعيده قوي زي ما كانت في الصوره، فضلت تتهادى لحد ما دخلت في شباك فريق انتر ميلانو. 2-1 نتيجه المباراه في النهايه. اما فيما يخص ليفربول فزي ما قلنا امبارح انه تعاقدوا مع بن ديفيز وتعاقدوا مع كاباك، اثنين مدافعين، وبعد ما تعاقدوا وريحوا نفسهم راحوا قالوا بقى ايه، نفاجئكم، ماتب مصاب لنهايه الموسم، وبالتالي البعض اتكلم في انه ممكن يكونوا كانوا مستنيين ان هم يتعاقدوا وبعديها يقولوا عشان ما حدش يغلي اسعارهم. ماتب طبعا جايبين له يعني صوره يعني ربنا يعينه في مواجهه سون. على جانب اخر وفي اسبانيا، فبيريث رئيس نادي ريال مدريد اعلنت اصابته بفيروس كورونا، على جانب اخر فتعافى زين الدين زيدان من الإصابة، سلامتك يا بيريس وحمد لله على السلامة يا زيزو. لسه في إسبانيا عايز أقول لكم أنه شفنا الجدل بتاع قصة عقد ميسي وال555 مليون اللي بياخدهم، فالنهاردة عملوا إحصائية كده صحيفة سبورت وقالت أنه على فكرة برشلونة بيستفيد من ميسي أكتر من اللي ميسي بيستفيد من برشلونة، يعني بيدفع له مثلا 550 لكن هو برشلونه بيجيله اصلا 30% من عوائده جايه من خلال ميسي بس، بيكسبه 655 مليون من وجود ليونيل ميسي، او 610 بالظبط، 619 مليون في وجود ميسي، فيعني هو محقق لنا اللي احنا بندفعه فيه يعني، ده ردهم عليه. دي اخبارنا على مستوى الكره العالميه، لكن اللي حصل النهارده في الدوري بقى خساره الزمالك من المحله، تعادل سيراميكا كليوباترا مع اسوان، خسارة الجونة من الإنتاج الحربي، عودة الإنتاج يعني الانتصارات، وتعادل البنك الأهلي والمصري البورسعيدي 0-0 مع الكابتن ضياء السيد بعد الفاصل في الماتش. خليكم معنا.
اهلا بيكم مره ثانيه في الماتش. النهارده كان عندنا ماتشات في الدوري، منهم مباراه سيراميك كليوباترا مع اسوان، فهنتكلم عنها بالتفصيل. لكن عايز اقول لكم ان في مفاجاه، مانشستر يونايتد كسبان ساوثهامبتون 8-0 في الدوري الانجليزي، والحفله مستمره لسه في الدقيقه يعني 90 من زمن المباراه. في بطاقتين حمراوين لساوثهامبتون، واحده في الدقيقه الاولى فطرد فبوظ الدنيا على فريقه، واحده من شويه في المباراه الدقيقه 86 من زمن اللقاء. ف 8-0 ل يونايتد على ساوثهامبتون. معايا كالعاده واتشرف واستمتع معاكم الكابتن ضياء السيد، نجم الكره المصريه ونجم التحليل والتدريب. كابتن ضياء ازيك؟ ازيك هن، وحشني. إيه؟ وحشني والله. انا اللي بستمتع بيك. ربنا يخليك. كله بخير؟ كله بخير. النهارده ماتشات كتيره اتلعبت حول العالم، لكن اهمها في الدوري المصري. كان من بينها خساره اولى للزمالك الموسم ده، والخساره جاءت في ملعب المحله الشهير العريق للمحلة، اللي ما كسبش الا مباراة واحدة قبل لقاء النهاردة 2-1. شفت ازاي اللقاء؟ شفت اللقاء عدم احترام الخصم بشكل كويس، ودي بتتسبب في انهيار بشكل كبير جدا، ويا تلحق يا ما تلحقش، يا تقدر تعدل نفسك من تفكيرك، لانه التفكير في الخصوم ده مهم جدا. ازاي انا بفكر فيه مهما كان هو اقل مني بشكل كبير جدا في المستويات، فرق المستويات. هنزل انا وهو هنجري. تمام. التوفيق بتاع الكرة انك ممكن الكرة ما تخشش عشان انت ما بتفكرش صح في الخصم، ممكن الكرة ما تخشش، مش هتخش. هتلاقي نفسك بقى بتلعب فردي، مفيش الجماعية اللي انت بتلعبها. الجماعية اللي كانت موجودة في ماتش المقصة، يعني الزمالك تقريبا في ماتش المقصة جاله 12 فرصة. مظبوط. ولعب جميل وجمل، وحتى الاجوان اللي جت بشكل حلو قوي، يعني بشكل ممتع، عملوا شغل جماعي كويس. الاسبوع باص باتشيكو عمل حديث، ومش عارف كام لعيب عمل الحديث، وبعدين حصل اختلافات على السوشيال ميديا، و التفكير وانت نازل بقى كمان المحله بتفكر فيها انك حلو. انت ممكن اقف عند النقطه دي عشان معانا خبر مرتبط باللي ذكرته، لانك واضح انك كنت مركز في اللي ممكن. لا انا متابع الاحداث الرياضيه، لانه الكابتن اشرف قاسم المشرف على فريق الكره في الزمالك من شويه اصدر قرارا بمنع لاعبي الزمالك من الظهور في وسائل الاعلام بشكل كامل في الفتره المقبله، بما فيها حتى عدم استغلال صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص فريق الكره. كان جنش مرتبط باتفاق مع قناه الزمالك انه يظهر بكره، ودلوقتي في محاولات لاثنائه عن الظهور باعتبار ان القرار يطبق من النهارده. طبعا كل لعيبه الزمالك اللي ظهروا الايام اللي فاتت ظهروا بموافقه مسؤول الزمالك، فقد يكون مسؤول الزمالك بيتداركوا الخطا اللي هم حاسين انه وقعوا فيه. اتشتت الزمالك بعد اداء حلو وفوز حلو بانه الدنيا فكت؟ طبعا الدنيا فكت، وبعدين الكلام بيتنقى والناس بتعلق عليه. يعني لما يطلع جنش ماسكين له في ايه بقى دلوقتي؟ الشناوي احسن من ابو جابر. الشناوي احسن من ابو جبل. ممكن تبقى امور عاديه وانا مش معاه، ممكن يقول الشناوي ابو جبل احسن جنين. ايه ده، انت بتتفق مع زعل طبعًا. الجمهور طبعا. ياه، انا احب جنش، احب صراحتك انا قوي. لا لا لا، ليه طبعًا. بقى لانه ده زميل، زميلي، وهو حالته كويسه، بس هو اللي بيلعب وهو ما في جهاز فني بيلعب. يعني انا وهو زميلي واحنا في اوضه لبس واحده، ما دي تاثر على اوضه اللبس. تمام. احنا بنقعد مع بعض او وبنشتغل مع بعض، الاجوان تحديدا تحت الثلاث خشبات بيتمرنوا مع بعض. طب ما سهل جدا اقول الشناوي وابو جبل دول احسن مستويات حاليا في الوقت ده. يعني يخليها دبلوماسيه او يعومها شويه. ده طبيعي انه اسالك مين احسن جول في مصر، تروح رادد عليا والله في الشناوي، في ابو جبل. لا اقول الشناوي وابو جبل هما فعلا احسن اثنين. الشناوي فارق. تمام. انا اقول انا اللي اقول ده. انت مظبوط، محلل يقول ده، زميل محلل يقول ده، اي حد تاني يقول ده، لكن الزميل يقول فلان وفلان. تمام. انا اقول جنش والشناوي، الشناوي وابو جبل. انت واخد بالك؟ فالزعل الجماهيري منطقي، تبقى بدايه فتنه. يعني تبقى بدايه، ما طبيعي ان ابو جبل يعني رايح التدريب تاني يوم وبيتمرن جنبي يروح باصص له الشناوي احسن مني. اكيد هيعمل كده. فانت فاهم قصدي؟ لا هو احسن عمليه ودايما بيبقى في عيب في الزمالك. اسمح لي ان انا اتكلم على الزمالك، والزمالك فرقه كبيره يعني، ان كان يحق ليا. يحق طبعا. الاستمراريه.
استمراريه الحاجه الكويسه، استمراريه، ومش هياخدوا الدوري غير بالاستمراريه. لسه قايل، مش عارف سمعتني ولا لا؟ اه سمعتك، قلت حاجه شبه ودي كده. حاجه صح، لانه لان الدوري طويل، لن يكتفي بخمس ماتشات كويسين بمهاره عاليه. هو الزمالك فقد نقاط فين؟ اسوان، ايوه، النهارده المحله، ايوه، وبيراميدز. قول بيراميدز يعني ماشي. بيراميدز طبعا الاحترام للكل، لكن بتكلم على مستوى القائمه، بتكلم يعني. على انه الماتشات الكبيره كان مركز فيها ومحترم الخصوم و فالماتشات الصغيره دي هي اللي بتضيع الدوري وهي اللي بتجيب الدوري. طيب ايه اللي عمله الزمالك غلط النهارده؟ اللعيبه ولا باشيكو ولا اولا اللعيبه؟ عمليه تفكير في الماتش. حتى هو طبعا باتشيكو ادار اداره فنيه سيئه النهارده. ليه؟ عكس اللي فات. ادار اولا اختار التشكيل اللي هو اللي بيلعب بيه بشكل كويس. اللعيبه اللي ظهرت بشكل في الناحيه الجماعيه سيئه جدا، لانهم فكروا في الخصم بطريقه مش كويسه. تفكير ما كانش كويس، فالاداء كان فردي ما فيهوش جماعيه، ما كانش فيه توفيق في بعض الفرص اللي جت رغم استحواذهم وسيطرتهم على الجيم. باتشيكو لو تبص على، لو حد حبايبنا جابوا لنا الدكه هتلاقي، انا مش فاهم ليه الغرور ده، ليه انت ما ساب مروان وجزيري ساب الدكه بالشكل ده ليه؟ فاضيه يعني، كلها ولاد كلهم واعدين كلها ولاد صغيرين ما يقدروش ينقذوك، خصوصا انه حاله المجموعه اللي موجوده في الملعب لا تؤدي الى انها الصغير ده ينزل ويساعد يعني. مفهوم. اقول لك البدلاء كانوا مين؟ اتفضل. كانوا عواد، عبد الله جمعه، محمد عبد السلام، احمد عيد، سيف فاروق جعفر، ياسين مرعي، غير اللي نزلوا بقى الونش واسامه فيصل واسلام جابر. مفهوم تماما اللي ذكرته حضرتك. انت واخد بالك؟ انا النهارده جايب اتنين لعيبه بحوالي 35 مليون جنيه. اول امبارح اول امبارح قبلها بيوم الاتنين لعيبه دول لاعبين مع فرقهم بشكل كويس. جايبهم في يناير. تمام؟ عشان ما حدش يقول لي ايه الناس بتلوم على موسيماني انه دفع بوالتر بواليا مره واحده، المفروض بالتدريج. ايوه يا سيدي، المفروض بالتدريج. يبقوا الاتنين دول احتياطي. تمام، مفهوم. ها؟ ولما ياخدوا الشوط الثاني في الزنقه اللي الزمالك فيها، هو ده التدريج. يعني هو ده التدريج، عشان ما يبقاش نقول ان الكلام وعكسه. أيوه. ان الكلام وعكسه. ان احنا بنقول لا هو يدخل اللعيب، بس اللعيب لازم يلعب، ده جاي في يناير يعني جاي لاعب. مفهوم. زي لعبتك وانت جايبه علشان يفيدك، فيكون يدخل بالتدريج. دول كانوا ده كل ده اخطاء باتشيكو، تغييرات متاخره. اوباما ما يخرجش من الملعب لانك انت ما عندكش دكه. ايوه، انت بتخرج ليه اوباما؟ انت فاهم قصدي؟ بتخرج ليه اللعيب الكبير الخبره اللي موجود؟ فهو خانه التوفيق، وده بيحصل. ان احيانا المدربين يبقاش موافق في اداره فنيه في مباراه. لكن الناحيه الثانيه المحله واضح انه عارف عايز ايه مجتهد في تقسيمه المباراه، عشان عنده حاجه واحده. يعني عنده حاجه واحده، بيفكر في الزمالك كويس. تمام، ده غصب عنه هيفكر في الزمالك كويس. مظبوط، لان هو الاقل. تمام، الاقل في فروق المستويات. عامل حسابه. لكن هيجري زي الزمالك، وممكن يجري اكتر. الجري انت ما تقدرش، يعني ما تقدرش ايه يبقى حكر على الفرق الكبيره. الجري تحديدا. والجري ده بيدي روح عاليه في الاشتراكات والالتحامات، واخد بالك؟ بتدافع وبتجري. شوف فتح الله المدافع ده بيدافع ازاي، قمه الروح العاليه في الناحيه الدفاعيه بشكل كبير جدا. عشان انت كمان فكرت فيا وحش كمحله، انت التوفيق ما كانش معاك. يعني التوفيق ما جالكش ان فرجان يجيب الجون ده وبعدها بترد ياخد الزار وبعدها بترد ياخد طرد. وبعدين في حاجه دايما الزمالك بيعملها، مش عارف ليه، باتشيكو دايما لما يسجل جون يحصل تراجع. دايما لما ما تجيب الثاني. يعني انت جيب الثاني علشان تبقى زي ما عملت في المقص، الجون والثاني، لكن طول الوقت بيحصل تراجع. طول الوقت بيحصل تراجع، فهو اليوم ملخبط كله. وكان محتاج تظبيط، وانا بعتقد انه تفكير بهدوء ده مش معناه ان الدنيا تهيج على باتشيكو، لا بالعكس. يا صفعه ممكن تكون مهمه تدعمه، المجلس الاداره يدعمه، والحاجات دي بتحصل. واللعيبه برضو لازم يعرفوا انه كل الفرق زي بعض،
ده هيوديني للي جاي بقى. الزمالك الماتش اللي فات لعب بنفس الطريقه ولعب حلو قدام المقصه، النهارده لعب من غير مهاجم صريح، حاول يعالجها فنزل مهاجم صريح الى حد ما، زود مهاجمي الزمالك جوه 18 المحله. الماتش اللي جاي المفروض انه يرجع لطريقه بقى 2-3-1، بما ان كده كده فرجاني مش موجود، ولا يكمل بطريقه المهاجم الوهمي دي؟ لا، ما هو هي الاختلاف هنا في انت بتفكر ازاي كلاعب. ايوه، ما هو لعبوا بيها وكسبوا وادوا اداء كويس، ليه ما يرجع لهاش؟ المشكله ان هو يراجع غلطاته الفنيه مع اللعيبه، يحاسبوا نفسهم ويتحاسبوا الصح، وماتش مش ده ما يمنعش ان الزمالك يرجع للحاجه الكويسه اللي كان بيعملها. لكن كل حاجه كانت ملخبطه، من تفكير لعيبه، من دكه في التشكيل، من قرارات غلط في التغييرات، كل الحاجات دي ادت الى ان يعني الجونين برضو فيها قرارات غلط يعني من الديفنس. صح. حاجات سهله يعني. صح. انت واخد بالك؟ في المقابل خالد عيد عمل جيم محترم جدا، لعبته بتسمع كلامه، بتأدي بشكل كويس، عندهم روح قتاليه ممتعه بصراحه، انا شفتهم في كل الماتشات. فيعني خالد ربنا كافئه وكافئ لعبته. صح. بشكل كويس انه يعمل حوالي 4 هجمات ويجيب جونين، دي حاجه كويسه جدا يعني. طيب بما انك اتكلمت على انه ليه ما دخلش الجزيري ومروان حمدي، فمصطفى محمد اللي لسه ماشي من الزمالك، لسه واصل تركيا، لسه متدرب في تركيا، نزل 18 قعد دكه، نزل المباراه سجل، يعني كل ده حصل في 48 ساعه. طبعا شفت ازاي النهارده ظهور اول مصطفى فرق محمد. تفكير. هو هنا فرق تفكير وفرق طبعا فتح تريم مدرب مخضرم كبير جدا، ده الجوهر بتاع تركيا. تفكيره وسيطرته على اللعيبه انه يجي لضربه الجزاء وان مصطفى يشارك، لان هو واثق من متابعته ليه. أيه. ان هو لعيب كويس بدليل انهم اشتروه او خدوه اعاره، وانه يبقى في حاله سلام وهم بيدوا له ضربه الجزاء. ايوه، انت واخد بالك؟ طبعا النتيجه ساعدت، لكن كل ده في صالح مصطفى في اللي. صح. جاي خلاص. صح. مصطفى حته الخوف وحته انه يثبت ويعمل داخل من غيره، هتلاقيه بقى عدى شهر مثلا. فهو ده التفكير. انا بكلمك لانه هي اي حاجه تفكير. يعني اي حاجه لازم تدير بيها شغلك هو تفكير. هو ده تفكير كويس، دخل ومصطفى كان لاعب وهو متابعه وعارف انه كان لاعب، دخله التدريج بقى انه لعبه الشوط الثاني، اداله الثقة انه اداله ضربة الجزاء، هما كسبانين 2 بالظبط. فاصبح هنا مصطفى قطع شوط كبير جدا. صح. انه يخش جوه الفرقة وانه الامور تبقى بشكل كويس. دي صورته مع اردا توران، نزلها له النهارده اردا وكتب له مرحبا بالعربي، نجم برشلونة السابق. طبعا، وده دي روح كويسة جدا، ودي حاجة كويسة لمصطفى، نتمنى له ان شاء الله يوصل لحتة بعيدة. مصطفى قالها صراحة، انا عايز ابقى محمد صلاح، ولو اتأخرت كام شهر هدخل في ال 24 فهتأخر عن تحقيق حلمي. مصطفى بإمكانياته بطريقة تفكيره، هل نحن مقبلون على محمد صلاح جديد؟ إن شاء الله أتمنى له وأتوقع له إن شاء الله بالتفكير والطموح ده دايما يبقى حاطط قدامه وياخد الأمثلة. هو طالما حاطط قدامه محمد صلاح هو بقى يعمل كل الحاجات دي كلها، وان شاء الله اكيد هيكون في اتصال بينه وبين صلاح. طبعا بيلعبوا مع بعض في المنتخب، اكيد اكيد ان شاء الله ربنا هيكرمه مصطفى باذن الله. في مباراه اخرى من 4 مباريات اتلعبت النهارده في الدوري المصري الممتاز، اسوان وسيراميكا كليوباترا تعادلا 1-1. فريق اسوان عائد من تعادلات، لم يخسر ولم يفز منذ تولى الكابتن علاء عبد العال المسؤوليه، لكن اسوان داخل في مواجهه فريق كسب اخر مباراتين بقائمه امتازت بالنشاط وامتازت بان هي بدات العجله تدور مره ثانيه بعد ما تعطلت ل5 جولات. 1-1 نتيجه المباراه، كابتن ضياء اسوان وسيراميك كليوباترا. كالعاده سيراميكا دايما بيضيع الشوط الاولاني. الشوط الاولاني بيضيع 45 دقيقه، بيحصل فيه استحواذ سلبي او وهمي، او تقول زي ما بتقول. طبعا في نواقص في الفرقه، في غاب محسن الباك ليفت الاساسي، اضطر هيثم انه يدفع بكوبينا وهو مش مركنه، فما كانت جابها ناقصه. كان بكار بيقوم بالواجب الهجومي، فالناحيه دي
ناقصه، خصوصا ان شادي كمان مش اساس وجناح فبيخش لجوه كراس حربه. فاحنا سيراميكا خسرت جبهه مهمه جدا، علاوه على انه الاداء ككل في اطمئنان الى حد كبير جدا. ان انا بلعب اسوان التفكير برضو ما كانش بدرجه التركيز الكامل في ان انا لازم اخلص من ده، لان اسوان علاء عبد العال بصراحه بيعمل حاجه وبيتعامل مع فرقته على قد مستواهم وبيأدوا ده بشكل كويس زي ما انا قلت قبل كده. لما اكون عندي انا كل اللي عندي 6 من 10 ما حاولش ان انا اخليهم يعملوا 8 من 10، حاولت ان اخليهم يعملوا 8 من 10 هاخد منهم 1 من 10. ايوه، لكن انا لما اوصلهم من الستة انهم يعملوا 5 يبقى انا كده كسبان. مفهوم. فده ذكاء وده حاجه كويسه من علاء. والـ5 من 10 بتاعت اسوان ان انا اعمل باركنج للاتوبيس، ان انا اركن والعب ادافع كويس جدا واعمل 4 5 هجمات او كور ثابته اللي بيوجدها وبيلعبها عمرو الحلواني وهو نجم اسوان. صح. حتى في الكورنر هو نجم اسوان. مظبوط. فمع شويه حماس مع لعيبه الى حد كبير عندها يعني الالفي ده ما شاء الله عليه عامل صعب عليا في الاخر بصراحه، لانه فعلا جري كتير جري وشايل الخط الامامي. صح. كله بشكل كبير زي بعد ما عمل ماتش قدام الزمالك برضو من الجوله اللي قبل اللي فاتت، ماتش حلو قوي. علاء بيعمل حاجتين وبيخلي لاعيبته ما بيديهمش 5 6 حاجات فيتلخبطوا وبيعملوهم بشكل كويس، وده نجاح. ده نجاح، مش بيشتغل على قد اللي موجود. سيراميكا عنده حاجات كتير قوي المفروض يفكر فيها على حجم اللعيبه اللي موجوده، على حجم اللاين اب اللي عنده. فطبيعي ان هو يبقى يحاول يبدع، طبيعي يعني ان هو يحاول الهجوم والدفاع بالظبط. لكن تاني بقولها، رغم العناصر اللي موجوده والامكانيات اللي موجوده، وانا بهاجم لازم اعرف ادافع. ايوه، لانه الدفاع الكويس هو اللي هينجح لي الهجوم. مش ان انا اهاجم هجيب 3 اجوان ويدخل فيها 4. ايوه، هنا بتاع الهجوم هيقول لك انا عملت اللي عليا وجبت 3. كان اي فرد يقول لك احنا عملنا اللي علينا. أيوه. هما فعلا يبقوا عملوا اللي عليهم انه يجيبوا 3، لكن لازم ادافع. الدفاع في الناحيه الجماعيه والناحيه الفرديه. يعني ايه الناحيه الفرديه؟ يعني الجون اللي دخل، تمركز كل واحد، الجون اللي دخل. ايوه، انت واخد بالك؟ الجون اللي دخل لازم سردباكين، لازم ده يتاخد. حته الباك ليفت طبعا. انا قريت ان سيراميكا تعاقد مع مظبوط فابري سينجا من الرجاء البيضاوي المغربي. احمد محسن مش موجود النهارده بسبب الاصابه، مصاب، عشان كده كوبينا اللي لعب الماتش اللي فات باك ليفت كبديل بدا كباك ليفت النهارده. النهارده ما كانش موفق لدرجه ان هيثم حتى في اخر الجيم دخله لجوه الملعب وخلى ميدو جابر وخلى لا قبل ما قبل قبل ما توني الاول وبعد كده ميدو توني جابر. الاول طبعا انت بتحاول تحط حد في المكان بس. أيوة، لكن مفهوم. الوظيفه مش بتاعته. صح. الوظيفه بتفقد جزء من شغلك بشكل كبير جدا. الملعب زحمه الشوط الاولاني، لازم يتعملوا ستريتشنج بالعرض، لازم يبقى الجناحين فاتحين قوي ويكون في صبر في الكور في القلب، يبقى اللعب الصغير وما يبقاش بسرعه، لان السرعه هتفقد فيه الكوره مع الزحمه. لازم يبقى ببطء شويه. فما كانش فيه فتح على الاجناب بشكل كبير جدا الشوط الاولاني، عشان كده سيراميكا عمل 7 محاولات على الجون ما فيهمش غير كوره شادي واحده بس. اسوان عمل 3 فيهم واحده جون واثنين اون تارجت واثنين اون تارجت لكن مش هدف. ايوه، تصفيه منها. فتخيل انت اللي ما عملش الهجمات دي جاب جول. بس دافع كويس. مفهوم دافع كويس مع سوء اداء ورعونه في كره كان شادي المفروض يعملها بالعرض. الربع ساعه الاولانيه من الشوط الثاني فيها 3 فرص ما تضيعش. محمد ابراهيم، شادي حسين، لا لا احمد لا ياسر لا. ريان ما تضيعش اللي جت في القائم دي يعني باد لك ليه. بس هو استغلال اللعب الكره دي بشماله كان هو التصرف الصح، مش كده؟ هو التصرف الصح بس فيها قوه زياده عن اللزوم. انت جوه 6 يارد والجول طالع عليك، انت جوه 6 يارد محتاج تبقى انك بتركن، لكن هو عايز يضمنها قوي طبعا، فحصل فيها عدم التوفيق بشكل كبير جدا. من كتر عدم التوزيع الصح الجون جه بالطريقه دي. يعني شوف الجون جه في الزحمه ازاي، محمد ابراهيم اخترق وشاطها وخبطت غيرت اتجاهها، حتى هي لو الشوطه ما كانتش قويه يعني.
طبعا الشوط الثاني سيطر عليه سيراميكا بشكل كامل بشكل كبير جدا، انه ميدو نزل وصالح نزل، بس صالح برضو الدنيا كانت زحمه عليه الى حد كبير جدا. الطريقه الدفاعيه بتاعت اسوان طريقه رزله محكمه، طريقه رزله يعني تعكنن على اللي بيلعب كوره، لكن في النهايه برضو انا بشوف انه كان لازم يكون تفكير اللعيبه مهم جدا. انت الناس بتشيد بيك وكسبان ماتشين ورا بعض، بنتكلم لما تيجي بتلعب اسوان اوعى تفتكر انك، اوعى اي حد في الفرق يفتكر انه لما ينزل يلعب فرقه اقل منه في الجدول او في التاريخ او في اي حاجه انه هيكسب، ولازم يشوفوا الامثله اللي بتحصل. اي مفهوم. الاهلي تعادل مع البنك الاهلي، تعادل مع وادي دجله، الزمالك تعادل مع اسوان، وتعادل مع واتغلب من المحله، فالامور على المشاعر للناس كلها. فانا اولى بيا كسيراميكا كليوباترا، عندي مجموعه لعيبه كويسه، عندي مدرب كويس، عندي اداره موفره كل حاجه، ان انا افكر في الماتشات بشكل كويس، لانه ماتش بيطلع وماتش بينزل، ماتش بيطلع وماتش بينزل، هيفضل كده لحد ما المعالم تبان على الدور الاولاني. نفس اللي بيحصل ده، شفت الجونه كل الناس بتتكلم على انه ودي هتكون مباراتنا اللي جايه. لكن قبلها صالح جمعه اتكلمت عليه وقلت ان الدنيا كانت زحمه عليه شويه النهارده، لكن انا سؤالي على جانب اخر خالص، وهو مشاركات صالح جمعه اللي زادت. الماتش اللي فات لعب الشوط الثاني كله، ماتش النهارده لعب الشوط الثاني كله، وبالتالي عودته لارض الملعب، عودته لانه يكون جوه اللعب مش بيتجهز مش على الدكه، مفيد ليه؟ تتوقع استمراريته بسبب انه نزل ولا ايه تصورك؟ هو طبعا هيثم اللي حددها دي. تمام. انا بشوف انه ناقص بدني شويه. تمام. وطبعا هيثم بيشغل على ده بدليل انه اداله شوطين ورا بعض، حاجه كويسه. محتاج انه الرشاقه والحركه تزيد كمان، لانه مع الزحمه دي لا صالح يفرق بشكل كبير جدا في وجود محمد ابراهيم وصالح، لا يفرق بشكل كبير. فاللي يحدد ده هيثم بيحدده، لكن انا دايما بشوف انه هيثم بيدور له على مكان مع محمد ابراهيم. لان هو دايما بينزل في الزنقه بين الخطوط، يعني المسافه الفاضيه اللي بين اي خطين بينزل، وبيخلي محمد ابراهيم يرجع ورا وبص انت بعيد بقى. بينزل في ايه؟ يا اما في تعادل يا اما في تاخر. فانت بتعمل ريسك. تمام. انت بتعمل ريسك فبتحطه بتنزله مع 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 محمد ابراهيم. فهو انا بعتقد انه هيثم بيحاول يظبط ده، مع انه مع كمان انه يزيد بدني، البدني بتاعه يزيد. انا اعتقد انه وجود صالح هيبقى مهم جدا، وجود محمد ابراهيم، لكن التكييف بتاعها تكييف الاثنين بشكل تكتيك. أيوه. ازاي لازم هيثم اللي حدد ده بشكل كويس. تمام. في مباراه اخرى في الدوري النهارده، الجونه خسر مباراته الثالثه هذا الموسم لما سقط امام الانتاج الحربي العائد للانتصارات بعد غياب، وهو الانتصار الاول للكابتن حماده صدقي، هنتكلم عنه. لكن بعد ما اقول لكم ان ماتش مانشستر يونايتد مع ساوثهامبتون خلص خلاص 9-0 كده، يونايتد بقى في المركز الثاني مره ثانيه متساويا مع مانشستر سيتي ب 44 نقطه، لكن سيتي لاعب 20 مباراه، يونايتد لاعب بس او اكتر يعني 22 مباراه، وبالتالي الاهداف جت بالشكل اللي قدام حضراتكم ده واحده واحده كده. ارون وان بيساكا في الدقيقه 18، ماركوس راشفورد في الدقيقة 25، جان بيدناريك سجل في مرماه في الدقيقة 34، إيدنسون كافاني الهدف الرابع والأخير في الشوط الأول في الدقيقة 39. الشوط الثاني استنينا لحد الدقيقة 69 عشان مارسيال يسجل الأول، أو يعني الخامس الأول في الشوط الثاني. سكوت ماكتوميناي اللي كان اتعور في الإصابة بتاعت الدقيقة الثانية واتطرد بسببه جاك توينز لاعب ساوثهامبتون في الدقيقة 71 سجل ماكتوميناي. برونو فرنانديز لازم يشارك في الحفلة حتى ولو بضرب الجزاء في الدقيقة 87، الدقيقة 90 مارسيال اللاعب الوحيد اللي سجل هدفين من التسعة، ودانيال جيمس سجل في الدقيقة 93، يعني 9 تجوال مسجلهم 8 لعيبة في الدوري الإنجليزي. في الدوري الإنجليزي. بس هو خد بالك الطرد في 8 من 11 يسجلوا، دي حاجة حلوة قوي. طبعا يعني الدوريات الكبيرة الطرد فيها بيفرق بشكل، لو أنت فرقة جامدة قوي تلاقي نفسك نزلت بشكل الدقيقة الثانية دي متعبة جدا. وبعدين هم النهارده طرد في أول دقيقة. وبأرسنال كمان الرجل عمل إيه والراجل عمل إيه الثاني. بهدلة. 7 من 9 أهداف مسجلة لعيبة يونايتد،
في واحد منهم سجل هدفين، ده غير الجول الاون جول اللي سجلوه ساوثهامبتون. طيب النهارده الانتاج الحربي كسب اخيرا بعد غياب عن الانتصارات ونتائج متعبه يعني، فهتكلم مع حضرتك عن الماتش ده بعد الفاصل في الماتش، خليكم موجودين معانا. اهلا بكم مره ثانيه. النهارده الانتاج الحربي كسب الجونه 3-2. كابتن ضياء السيد نجم الكره المصريه محلل قنوات صدى البلد ما زال موجودا بجواري، اهلا بكم مره ثانيه. اهلا بك هنوش، ازاي شفت عوده الانتاج الحربي للانتصارات؟ سعيد للانتاج عشان حماده صدري. اه لانه اول ما مسك خد له ماتشين 3-2 من قبل ما يبتدي حتى يشتغل. فطبعا سعيد لحماده طبعا، وسعيد للانتاج لانه قديم في الدوري، فموقفه كان صعب جدا بشكل كبير جدا، ويمكن حصل تدعيمات في يناير الى حد ما، لانه من اول السنه يعني ما كانش الاهتمام بالتدعيم قوي، مع انهم باعوا اهم لعيبه يعني عندهم عامر واحمد شديد والبدري تقريبا سردبادي ومشى باسم في يناير دلوقتي باسم من كام يوم دلوقتي كمان. فطبعا ماتش كويس يخليهم يشتغلوا بثقه، يرجعوا لهم الثقه شويه، كانوا فاقدين الثقه لحد كبير جدا. وكان يعني انا شفت منه اجزاء. أيوة. كان ماتش سريع ومفتوح بشكل كويس ممتع، بس النواحي الدفاعيه فيه انا ما شفتوش لان قعدت ادور عليه لحد ما خلص. انا كنت بتفرج على ماتش سيراميكا على اثنين، وانا بتفرج بدور على الانتاج على واحد اتريه على ثلاثه، فعقبال ما وصلت لثلاثه كان الماتش خلص. فماتش حلو هجوميا جدا ودفاعيا سيء، ونفس الغلطات اللي في الجونه اللي ما اتصلحتش عشان في مكسب. يعني الجونه عمل نتائج مفاجاه في الاول، وكان شكلهم كويس وبيكسبوا، لكن في غلطات واضحه في قلب الدفاع. واضحه فلما ابتدت تبان في الماتشات لما خسروا ابتدت ايه ده احنا عندنا غلطات، وهي موجوده وانت بتكسب. انت واخد بالك مفهوم. فلازم تاخد بالك منها بشكل كويس. مصطفى الصفتي كمان من مساك النهارده كان مش موفق خالص، يعني في جولين من الثلاثه الكوره عدت من وراه. او انت تفتكر الاجوان بتاعت سيراميكا الماتش اللي قبل ده اللي هو جم من القلب بتاع شادي جري وبعدين البنالتي، نفس العمق اللي بيجري منه احمد ياسر ريان، هو نفس القصه النهارده، نفس القصه. أيوة. الراجل بيلمس الكره بدماغه الجول الثالث، الراجل بياخد سبرنت نفس الاجوان. ايوه الغلطات دي كانت بتحصل وكانت باينه، بس انت كنت بتكسب فعينك رايحه على المكسب.
الشطاره ده اللي بنتكلم عليه اللي جه في الجونه المباراه اللي قبلها بالظبط. لا وكمان الكره البنالتي هتلاقي نفس الجاريه بتاعت احمد ياسر من القلب مظبوط انت واخد بالك. شوف الجون الثالث النهارده اللي خسروا بيه هتلاقي برضو نفس صح. هي هي الدقيقه الاخيره من زمن المباراه خد بالك الغلطات دي احنا عليها ظبط عشان الجونه اتغلب لكن الغلطات دي انا كنت شايفها وجونه بتكسب تمام مفهوم. فدي مهم جدا انه المدربين تاخد بالهم وانت بتكسب تشوف غلطاتك ما تسرحش في الاشادات وما تسرحش في المكسب. ليه؟ لان الدوري طويل. تخيل انت دلوقتي رضا وهو قاعد بيفكر انا اتغلبت 3 ماتشات ورا بعض 9 بونت فقدتهم حتى ما تعادلتش انت واخد بالك ما خدتش بونت. فانا بشوف انه دايما عشان تاخد خبرات تبص وانت طبعا كل الاستوديوهات وكل الناس كنا بنشيد برضا طبعا وما زلنا يعني هو كان اتغلب من الزمالك وكسب وادي دجله كسب وادي دجله وبعدين خسر بعد كده من السيراميكا والنهارده خسر بالزبط. من الانتاج وما زلنا بنشيد بيهم هي. لكن احنا بندي بنقول خبرات انك وانت بعينك على المكسب لازم تبقى شايف العيوب اللي عندك مفهوم. كويس جدا لانه هيجي وقت مش هتعرف تكسب والعيوب دي هتبان قوي واول خصوم هتشتغل على العيوب دي فانت لازم تاخد وتصلح طول ما انت وكويس انك بتيجي دلوقتي في بدايه الدوري وانت موقفك كويس في الجدول تقدر تصلح بهدوء تقدر تصلح بهدوء معانا في ان كل الفرق اللي الاهلي سايبهم يلعبوا فيبقى الان ممكن ان هم ياخدوا نقاط وهو مش موجود كله ساعد فكمان المصري بورسعيد النهارده فقد نقطتين بالتعادل مع البنك الاهلي والتعادل ده يعني لو كان فوز كان ممكن يعلي المصري بورسعيد كان يقربه شويه بالظبط كان هيخش ثالث كان هيسبق الجونه اللي لسه مغلوب وكان هيضغط على الاهلي نفسه اللي هيكون لسه ليه ماتشات مؤجله. شفت ازاي التعادل النهارده اذا تابعته او شفت ازاي نتيجته حتى بالنسبه للفريقين علي ماهر ومحمد يوسف؟ يوسف عمل شغل كويس انه محاول يوقف النزيف اللي شغال ولعب بطريقه برضو الى حد ما فيها تحفظ وده في الكوره يا مدربين مش عيب مش عيب انك تعمل باركي مورينيو نفسه من المدربين العظام بيعمل صح. ان ده موجود في الكوره العيب انك ما تعرفش تركن ايوه صح العيب انك ما تعرفش تركن فتطلع بقى على الرصيف او تخبط الفانوس او تكسر لنا مرايه هو ده العيب فلازم الناس تبقى عارفه عشان دايما الاشادات اصل في الاستوديوهات زي ما الاستوديوهات برضو غرقت دجله غرقتهم احلى كوره في مصر احلى كوره واحلى واحلى وبعدين يا جماعه كنت اطلع اقول يا جماعه بالراحه لازم الفرقه دي تكسب دي فرقه استثماريه ولازم ما تقعدش تسرع الهبوط ما تقعدش تسرع ما حدش دلوقتي بيتكلم عنهم غرقوهم وسكتوا ما حدش بيتكلم عنهم انت واخد بالك لازم يبقى ايوه عشان الاداء اتغير شويه ما بقاش بيلعب بنفس السكسي الفرقه بقى يعني اللي بيعملوه بقى ما فيش نتائج يعني ما بقتش في نتائج يعني حتى يعني ابتدى الدجله فوق لا بقى يمشي المدرب بقى يمشي ما هو في النهايه لازم في واقعيه واقعيه مش الحلاوه والاستحواذ هي كل حاجه وانت بتعمل ضغط عالي لازم تفكر يا حبيبي هتدافع ازاي يعني انت بتعمل ضغط عالي ومستحوذ 75% والفرقه اللي راكنه عشان هي بتعمل حاجه واحده من اصول الكوره وهي الديفنس بتعملها صح ممكن تجيب عليك كورتين او كره فاول او كورنر زي ما عمل النهارده المحله قدام الزمالك دي الامثله كتير مظبوط انا بقول علشان الناس تعرف انه الكوره انك تدافع ده ما فيهوش اي عيب ده تمام. قمه الشطاره بكره عندنا 4 ماتشات او الاول اسالك البنك الاهلي عشان كان من شويه معايا اللي هو اشرف نصار فبقول له بيقول لي احنا عايزين بس الناس تسيبنا في حالنا وتخلينا نشتغل يركزوا على 17 نادي التانيين ست اللي هو اقول له البرامج بتتكلم على الفرق كلها ايوه مظبوط فكل الفرق تحت ضغط الاعلام وضغط التحليل الكابتن محمد يوسف قلقان حضرتك على مستقبله في ظل مستقبله مع الفرقه في ظل انه كسب مباراه واحده بس في لا هيكسب ان شاء الله لا هيكسب وعامل تدعيمات كويسه ويوسف مدرب كويس ومعاه عادل مدربين كويسين وهي ماتش واحد انت بتشوف ماتش بينقلك نقله يعني هو كان في اكتر من موقف بتاع الانتاج
ده حتى بعد ما غير المجيء حماده اتغلب اول ماتشين يعني زي ما بعد ماتشين بقى هيغيروا كمان مدرب. مش احيانا كل العيوب بتبقى تدريبيه طبعا اللي بيتحمل كل حاجه في النهايه الجهاز. لكن انا بشوف انه الصبر الصبر وان شاء الله يا يوسف يعمل نتائج كويسه والبنك يعمل نتائج كويسه. يعني بيراميدز بيفوز بصعوبه 6 تعادلات 3 انتصارات بس وخساره واحده. ده اللي مصيبه. مباراته بكره مع امتي شايفها ازاي وليه بيراميدز في مصيبه زي ما بتقول؟ مصيبه لانه حجم العمل والنتائج مش على حجم اللي موجود. أيوة. من اشخاص ومن امكانيات ومن يعني من مجموعه موجوده جوه النادي، مجموعه لعيبه بشكل كويس، حتى المدرب انا بشوف انه مدرب كويس جدا، بس هو ناقصه انه يعمل كنترولينج شويه الى حد كبير جدا جوه الـ 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 الفرقه، كنترولينج فني. انا ما بتكلمش على الحاجات على اوضه اللبس وعلى انا بتكلم على الفني. تمام. ولازم شريف وعبد الله وفتحي يظبطوا اوضه اللبس اذا كان فيها حاجه. تمام. كان في شويه حاجات في الفتره اللي فاتت، المهدي توقف، عبد الله بكر توقف، طلعوا محمد فتحي مشوه. ده هي السوشيال ميديا مجننه اللعيبه برضه، يروح عامل تويتر ويروح عامل لكن هم شايف ان هم اخطاوا حتى لو ما كانوش اشاروا بشكل صريح للنادي، اخطاوا بان هم نزلوا بوستات تبدو فيها تانية. طبعا طبعا كل ده خارج اطار السيستم بتاع النادي. كل ده خارج الاطار، ما تطلعش تقول في اي نادي يعني، مش ايوه ده مش صح. لا في اي نادي، اهلي زمان في اي مؤسسه، اي مؤسسه كوره يعني. برافو عليك. لكن هم عندهم امكانيات كويسه جدا. انا بشوف انه التدعيمات اللي عملوها كويسه جدا. احسن صفقات الشتاء اللي حصلت اسامه جلال. اسامه جلال طبعا، واول ماتش هيلعبه احتمال يلعبه ضد امبي اللي لسه ماشي منه اول امبارح. احتراف بقى خلاص، الماتش هيبقى صعب جدا. كابتن حلمي ممتاز جدا في عملية الديسيبلين أو النظام على فرقته. اللعيبة بتنفذ بشكل صارم كل اللي بيقوله، ففرقة هتبقى صعبة جدا على بيراميدز. يعني ليه أسامة جلال من أحسن صفقات الشتاء اللي حصل؟ أنا بشوف أنه المركز ده ناقص كتير جدا في مصر. سنه صغير، لعيب منتخبات، منتخب أولمبي، لعيب واعد بشكل كبير جدا. انا بشوف انه لعيب واعد، كان سهل جدا جدا يلعب في الاهلي او في الزمالك. رشحته للاهلي قبل كده؟ انا على طول لما حد بيقوله اسامه جلال اسامه جلال اسامه جلال. بشوف انه بيراميدز خد صفقه كويسه جدا جدا، وصفقه يعني هايله. في المكان ده في نقص كبير جدا في كل الفرق. تلاقي شفنا احنا النهارده الاجوان، بنتكلم على الجونه، بنتكلم على سيراميكا، في نقص. بنتكلم على الزمالك كان محتاج سيرد باك، عنده نقص لما اتصاب علاء. الاهلي جاب بدر بنون، وكم تقريبا اسامه ماضي مع مع الاهلي. الزمالك كان بيفاوضه من كام يوم بالظبط. هتلاقي سموحه محتاج سيرد باك. كل 90% من فرق الدوري المركز ده في مصر قليل جدا. سيراميكا عفوا بيراميدز بما انه جاب اسامه جلال، فمتوقع ان هم يسيبوا 2 من اللي عندهم يعني. لازم. ممكن تلاقي الفتره اللي جايه مثلا عبد الله بكري عايز يمشي. عبد الله بكري هيمشي، بس مش عارف ليه ما مشيش في يناير. يا جماعه بتاخروا نفسكم. يعني ما هو اصلا انت هتقعد كمان كانه مش عايز يجدد. ما انت هتقعد كمان 6 شهور من غير لاعب. اسامه جلال مشروع احمد حجازي جديد ولا مختلف؟ مليون في المية. مليون في المية؟ مليون في المية، ما شاء الله عليه. ربنا يوفقه. انا عاجبني قوي اقتناعك القوي بيه، لانك شايفه كمدافع قوي. انا شايفه مدافع قوي وواعد جدا فعلا، وشايف مدافع صغير كان بيلعب في اف سي، سالت عليه. ايوه. قالوا لي ده جاي اعاره من امبي، بيطلع على من امبي لاف سي، اسمه تقريبا احمد يوسف. ده مشروع ممتاز. لو هو لسه في امبي انا ما اعرفش، في امبي لسه ما اعرفش وضعه ايه. لكن مصاب، بتقول عبد الرحمن بيقول لي مصاب تقريبا دلوقتي. لعيب برضه ما شاء الله عليه. من النظره اللي انا لفيتها على الدوري، ربنا يشفيه ان شاء الله يا رب. فاسامه انا بشوفها من اهم الصفقات. تمام، ممتاز جدا. واسامه على فكره من اللاعبين اللي برضه طموح الاحتراف الخارجي موجود جدا في بالهم،
يمكن اصلا انتقاله الاهلي او زمالك الفتره اللي فاتت دي كبير. اتاخر بسبب انه عايز، بس طبعا اهلي وزمالك الفيو اكتر. صح بالظبط. فهو في الاخر راح بيراميدز بعقد حتى يعني كبير على مستوى السنين وعلى مستوى الماديات، لكن هو طموح برضه من طموحاته الاحتراف الخارجي. قبل ما نروح للاهلي بقى في قطر، محمد صلاح هدفين رائعين بيعود بيهم للاهداف، بينفرد بيهم في صداره الهدافين، 15 جول ما شاء الله بفارق 3 اهداف عن اقرب ملاحقيه هاري كين. كلمني الاول عن القصه وعن اداء محمد صلاح وعودته للتهديف، بعديها اكلمك عن الجول الثاني بقى. كل ما تعلى حته لما بعدت وبتاع ربنا بيكرمه ما شاء الله، عامل حاجه يخلي الناس تروح. احنا كل شويه هنقلب الصفحه ثاني فبيقلبوا الصفحه، فده كرم من ربنا ما شاء الله. ان ربنا بيكرمه في الاوقات الصعبه للنادي وليه، وبعدين بتبقى جوان حلوه. الجول الثاني من الاثنين اللي سجلهم ممتع ممتع، مش ممكن الجمال. لا انا خلاص بعد ما شاكيري لعبها كده انا قلت دي ايه يا عم، دي التشتيته وعاليه وفوق وعلى يمينه وهتنزل. لا مش حكايه على يمينه، ده هو بيجري في اتجاه الكوره بحيث ان الكوره تنزل قدامه، ده غير انه كان حاسبها انه ما يبقاش متسلل بالظبط، فعمال يحسب الجري. هو بيجري لكن انه يوقفها بيمينه وبعدين كله في نص ثانيه توقيفه ولعبه، فجون حلو قوي، جون ممتع جدا. زي ما قال كلوب عالمي صلاح عالمي، في فروقات كتيره بيفرق فيها. وعجبني اكتر لما اتكلم على الجون الاولاني، قال انا بتمرن عليها على طول. يعني دي رساله برضو للاعبتنا انه في حاجات انت بتعملها لازم تعملها من خلال البوزيشن بتاعك. الجون الاولاني بتاعه اللي هو القطعه لازم ده لازم يعملها من خلال، هو جاب جوان زي دي كتير ما شاء الله. فهو بيقول لك الى الان بيتمرن على ده. تخيل بقى هو بيتمرن وهو لوحده، يعني الدنيا فاضيه مفيش ديفنس والشبكه دي، فطبعا عشان هو بيتمرن وبيجتهد ربنا بيوفق كمان في دي. يعني حاجه تفرح عموما لما الواحد يتفرج على ماتش محمد صلاح بالمستوى ده، وبعديها يقرا كمان مهما ارى بيزيد فخرا يعني. لا وبعدين ايه، اول ما يغيب شويه يقول لك، تلاقي طالع لك واحد يقول لك اصله صلاح اناني، وتلاقي واحد طالع اصله صلاح ما بيفكر يمشي او بيفكر مش عارف ايه. فتبتدي الدنيا لكن هو في يعني ثقه في ربنا وفي نفسه. فالحمد لله يعني دي الجون الثاني بتاعت الجول، لمسه سحريه، وقف باليمين وشاط بالشمال في لقطه من لقطات صلاح المبدعه صح. في قطر الاهلي على بعد بكره، لا بعد بكره، عشان يواجه الدحيل في بدايه مشواره في كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخ الأهلي. شايف ازاي اللقاء ده؟ وشايف ايه التشكيلة الأنسب؟ ويعني إن شاء الله باعتبار إن بدري بنون هيلحق المباراة بعد إصابة النهاردة. قالوا إصابة خفيفة في الكحل. شايف إنه في حاجات مهمة معنوية، إنه اللعيبة دي أول مرة كلها تلعب كأس عالم، مونديال مصغر يعني للأندية، حتى لو الناس بعض الناس بتعتبره انه بطوله ترفيهيه، ماشي بطوله ترفيهيه لو كسبت فيها هاخد 3 مليون دولار تبقى حلوه برضه، تبقى مش وحشه يعني، وبدل ما تبقى خدت ثلاثيه تبقى خدت رباعيه بالظبط. يا سلام على الترفيه اللي تاخد تترفع وتاخد 3 مليون تحت ده بصراحه اشراف الاتحاد الدولي ماشي ما فيش مشكله، ما علينا هنعدي ده. لكن في النهايه انت في مونديال مصغر لازم يفرق معاك كلاعب على المستوى الشخصي حاجه كبيره جدا، انه تقريبا ما فيش غير وليد سليمان تقريبا اللي لعب قبل كده. مظبوط. وحسين لعب مع العين. وكان رامي ربيعه وما لعبش. وحسين لعب مع العين يعني. سعد سمير. سعد سعد باعتباره موجود يعني. صح. فطبعا دي حاجه لازم اللعيبه تحطها في دماغها بشكل كويس كاصرار يعني، في وجود جمهور هيشجعهم يعني مش هتبقى الدنيا غريبه عليهم. ازاي الاهتمام بتاع بوجود الكابتن الخطيب موجود مع ازاي الاهتمام بانك تحقق حاجه كويسه عشان جمهور النادي الاهلي كله السنه دي سنه يعني تختم او تبتدي بحاجه كويسه. الرابع انت واخد 3 بطولات مظبوط كبار، فاتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يحقق حاجه كويسه، واتمنى انه اللعيبه تبقى في حالتها. ده مهم جدا، وانا بشوف انه احنا بلغنا جدا بشكل كبير جدا في التضخيم على الدحيل بشكل كبير جدا، حتى لو فيها لعيبه كويسه لكن الفروقات كبيره لصالح الاهلي. ده مش معناه انه الماتش هيبقى سهل. اي مفهوم. انا بقول في فروقات لو انا كلاعب ولاعيب نادي اهلي مش حاسسها ونازل بثقه وعارف ده،
مش عايز ابقى اعمل زي ما انا لعبت بيراميدز مثلا، احترام كتير زياده 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 لحد ما الوقت خلص. انت واخد بالك؟ لا، لازم ابقى عارف قدر نفسي بشكل كويس وعارف امكانياتي. انا بطل افريقيا، فروق كبيره جدا في التاريخ، فروق كبيره جدا في اللعب، يعني حاجات كتيره في فروقات، لكن الملعب ما ملوش زي ده. زي ما انا قلت على المحله والزمان، الملعب لازم تحترم وتعرف انك في بطوله كبيره. شفت ازاي رامي ربيعه وانه مش موجود وانه عارف انه بره الحسابات، فكان بيفكر في الانتقال لاي نادي سته اشهر كان قريبا من المقاولون العرب، لكن عدى الوقت قبل ما يحصل. فشايف ازاي مستقبل اللاعب في الاشهر السته اللي جايه، وشايف انه دي رؤيه صحيحه فنيا غيابه او استبعاده عن الحسابات الفتره فنياً اللي جايه؟ فنيا واستبعاده دي بتاعت الجهاز بتاعت موسيماني. طب لا يعني هقولها لك بشكل تاني، يعني لو قلنا بدر بنون، ايمن اشرف، ما انا مش عارف حالته، ما هو سعد سمير، ياسر ابراهيم، رامي حظه وحش في اصاباته، اصاباته كتير، فغاب فتره اللي كانت وجد فيها موسيماني، فموسيماني بقى قدامه فيو تاني مختلف. تمام. في الوقت ده النادي الاهلي جاب بدر بنون، تمام؟ ايوه. فبقى بدر بنون اساسي، انا مش جايبه بالاسعار دي كلها وجايبه عشان ما يلعبش، وظهر بشكل كويس. ايمن اشرف كان اساسي مع كل السريدباكات التانية، مع فايلر ومع موسيماني. ايوه ما شاء الله عليه مستوى، مع فايلر وموسيماني، مع كل اللي جنبه هو اللي بيتبدل، صح وكارتيرون والبدري، صح مش اللي جنبه هم اللي بيتبدل، سواء رامي سواء سعد سواء ياسر حتى بدل. محمود متولي، صح. ربنا يشفيه، كلهم كانوا بيتغيروا، وايمن ربنا يبعد عنه ويحميه، هو الاساس. وزيت كده ايمن مستوى هايل، يعني مستوى في الماتشات اللي فاتت كلها هو نمره واحد. فهنا بقى في عبء، ده في عبء اكتر، لسه في اتنين كمان زياده في النادي الاهلي في البوزيشن ده. ف رامي مصاب فبعد، طبيعي ان انا عيني كمدير فني ما تبقاش عليه، فهو ما يقدرش ياخده بس رجع يتمرن، بقى يتمرن، يعني التمرين مش كفايه، لازم يلعب له خمس ست ماتشات، وده ما كانش متاح، ده ما كانش متاح. طيب ايه اللي المفروض يعمله رامي دلوقتي؟ رامي كان لازم يمشي، ايه اللي اخره انا مش عارف. تمام. لانه التاخير لسبب ما ده هيعطلك ست شهور بدون لعب. انت هتفضل قاعد على احتمال انك الراجل عينه تورب عليك. انت واخد بالك؟ صح. فدي بقى يا لا، انت وحظك، وتقعد على الحظ. انت رامي لعيب كبير، في اربعه قبليك ولعيب منتخب، ثلاثه قبليك ولعبت، حظك وحش في الاصابات، لكن كان لازم تطلع ست شهور. هو على فكره كان مهيئ انه يطلع، لكن ايه اللي عطل؟ واضح ان هي اتاخرت. ليه القرار اتاخر؟ قرار مين؟ قرار ان هو يمشي. لا انت عندك يتأكد عندك انه معلومه هيمشي. ولا ورفض الاسماعيلي، حس ان الموقف صعب. بعد ما الاسماعيلي وافق على المقاولين. ايه؟ وافق على المقاولين، حصل اختلاف بس بدات متاخر قوي. لا الاختلاف ده السيستم اتاخرت، عقبال ما الموافقه جت كانت الساعه 12 ربع ساعه. مش مقتنع بالكلام ده. لا بس بتحصل، انا ما بحبش ان رامي يقعد ست شهور بدون لعب. عندك حق، يعني ست شهور هو لعيب امكانيات كبيره طبعا، لعيب منتخبات، ده لعب كل المنتخبات. هو باد لك جدا جدا في اصاباته، جه معاه كاس عالم ورجعته وبعديها بيومين. يعني جالي من مصر على كولومبيا، ايوه، لعب ماتش في بطوله افريقيا مع كمان وجوزيه ساعتها، وركبته عملت منه، جالي قلت له، قال لي كشف عليه الدكتور طارق، قال لي مش هينفع. تاني يوم رجعته من كولومبيا. يا نهار ابيض، هعمل ايه؟ كان معايا حد قال لي قبل كده، كنت واخد محمود علاء زياده معايا، محمود علاء كمل معايا كاس العالم. يا نهار ابيض، هو بقى يعني مش محظوظ، وبعدين اصابت الحوض وقعد فيها كتير، طولته قوي، طولت قوي. هو مش محظوظ في ده، لكن لما بيبقى فت وبيلعب رامي قوة كبيرة. فأنا عشان كده ما كنتش عايز يقعد ست شهور. أي لعيب، لكن رامي طبعا عشان أنا دربته وعارفه، ولد كويس ومحترم ولعيب كبير، كان لازم يلعب ست شهور. حد قال لي إنه إصابات رامي ربيعة الطويلة سببها إنه استهلك وهو صغير، بسبب إنه إمكانياته كبيرة، كان المدرب يلعبه ماتش مع فريقه وماتش مع الفريق اللي اعلى، ما حضرتوش اللي اكبر منه، وماتش مع الفريق اللي اكبر منه، كان بيلعب في اليوم الواحد ثلاث ماتشات. انا ما حضرتوش، دي حصلت مع طاهر ابو زيد على ايامي، لكن ما حضرتوش، بس ممكن ده يحصل ده ممكن يحصل. ممكن، خصوصا اساسا التاسيس دلوقتي في القطاعات، يعني ما فيش حاجه
فنيه قوي او علميه قوي، بتبقى العمليه لغايه دلوقتي عايز اكسب دوري المنطقه لغايه دلوقتي ما اعرفش دلوقتي ايه ما يعني مش متابع يعني مش متابع والله يا باسم انا متابع يا باسم اديكم برعايه باسم مرسي المنتقل حديثا للمنطقه ربنا يوفقه ربنا يوفقه كابتن ضياء بشكرك جدا بشكرك يا هاني نورتني وبسطت كالعاده بوجود حضرتك معايا دايما بستمتع معاك وانا كمان والله ربنا يخليك شكرا ليك بشكرك بكره ان شاء الله لقاء اول على مستوى البرامج الرياضيه مع المهندس احمد مجاهد رئيس اللجنه الثلاثيه كان نفسي يكون على الهواء لكن احنا اللي قررنا ان احنا نروح على المكتب علشان نحتفل بمئويه اتحاد الكره المصري وعشان كمان يبقى الحوار طويل وتمنتجوا في الاسئله ده ابدا انا ماشي وراه دايما فكنت اقول بس عمرها ما تحصل يعني لا هو احمد جريء احمد جريء قوي ده متعب شاطر قوي شاطر وجريء ومتعب ويجاوب على اي حاجه ومتعب يعني. وبيتضايق من كل الاسئله لا بس بيجاوب بس بيجاوب بصراحه يعني. بكره شوفوا الحوار مع رئيس اللجنه المكلفه باداره اتحاد الكره المصري الساعه 11 يعني الحلقه تبدا ويبدا معها الحوار تحيات كل فريق العمل وتحيات هاني حتفوت الى اللقاء هذا البرنامج برعاية سميرالدا باي سيدي حنيش في الساحل الشمالي اكتشاف من كليوباترا جروب